اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا. تظل بطانة الرحم المهاجرة نجم شباك مهم في عالم النساء والتوليد. بطانة الرحم المهاجرة الحقيقة مرض غامض، لكن ياخد بريقه وياخد لمعانه من منطقة مهمة في العلم اسمها تعدد أشكال التواجد، الديفرنت بريزنتيشن، المالتيبل بريزنتيشن. عندنا في الطب الكلمة دي ليها معنى مهم قوي. بطانة الرحم المهاجرة مش مجرد ان انت تفهم النظريات اللي بتحيط بيها، لكن تفهم حاجة تانية كمان مهمة، ان كل حالة في بطانة الرحم المهاجرة قصة وموال خاص بيها. هل بطانة الرحم المهاجرة مشكلة جاية في قوام ألم، انقباضات، مشاكل خاصة بالدورة الشهرية، ألم شديد، ولا بطانة الرحم المهاجرة المريضة جاية بيها نتيجة أنها عائق أمام الحمل تسبب واحدة من أسباب تأخر الإنجاب؟ في مين بطانة الرحم المهاجرة؟ في بنت صغيرة ولا في شابة ولا في ست عدت سن 30 33 35 قربت على 40؟ بطانة الرحم المهاجرة زي ما بقول لكم جاذبيتها تأتي من إنها قد توجد في أكتر من شكل، وجاذبيتها دي تخلينا أقول إن دي المهارة في التعامل معها. مهارة التعامل مع بطانة الرحم المهاجرة في النقطة دي، أنت مين فيهم؟ دايما أقول إن بطانة الرحم المهاجرة عاملة زي مجموعة توائم، بنات شبه بعض، داخلة واحدة فيهم عليك في مكان. سؤالك الأول اللي تسأله لها هو أنت مين؟ أنت مين؟ وكلكم اسمكم بطانة رحم مهاجرة، أنت مين فيهم بقى؟ تختلف ويختلف الأسلوب العلاجي تماما ما بين واحدة والتانية، رغم أن كلهم تشخيص واحد، لكن الأمور تختلف. النهاردة هنعيش مع هذه البطانة بالتفصيل ونفهمها كويس جدا جدا مع ضيفي العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائما ويبدع في حواره دائما، الاسم المتميز والقيمة العلمية المتميزة. النهاردة ضيفي والأستاذ الدكتور شادي عبد الستار سليم، استشاري النساء والتوليد والتأخر الإنجاب والحقن المجهري، ورئيس الجمعية العربية لطب وجراحات الجنين، زمالة جامعة أيان دونالد، ورئيس مجلس إدارة مركز نيو كليوباترا لصحة المرأة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للتجميل النسائي، الاسم المتميز للغاية. أهلا بيك دكتور شادي، منورني وسعيد جدا بهذه الزيارة. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين والمشاهدين. هبدأ حواري الأول بكلاسيكية ما هو توصيف والنظريات والتفسير المحيط ببطانة الرحم. الأول قبل أن نتحدث عن النظريات، إحنا محتاجين نعرف يعني إيه كلمة بطانة الرحم المهاجرة. هو المفروض أن الرحم عبارة عن كتلة عضلية ضخمة، الكتلة العضلية يبطنها من الداخل ما يسمى ببطانة الرحم، والبطانة دي هي اللي بيحصل فيها نمو، علشان لو ما حصلش حمل يبكي الرحم دما حزنا على عدم حدوث الحمل. والغطاء الخارجي دي، البطانة الداخلية دي شديدة التغير طوال الوقت، وهي فيها نمو علشان استعدادا لاستقبال العريس اللي هو هذا الجنين، ولسبب إلى الآن مجهول، لأن في نظريات متعددة تفسر هذا الأمر، لكن العلم لم يستقر إلى الآن على نظرية واحدة. لسبب مجهول إنه بطانة الرحم دي بدل ما مكانها يكون في بطانة الرحم بتتحرك تروح مثلا لجسم الرحم، أو تطلع بره الرحم خالص فتبقى مثلا في المبيض، تبقى بطانة رحم مهاجرة في المبيض وتعمل لي كيس في المبيض بيسموه كيس الشوكولاتة، أو تكون في الحوض فتعمل لي التهابات مزمنة تؤدي إلى حدوث آلام مبرحة وممكن تؤدي إلى تأخر حمل، وممكن تكون كمان تعمل لي نوديولز كده، كتل كده موجودة عند الكبد، عند الأمعاء، عند المثانة البولية، وفي حالات شديدة الندرة ممكن تكون موجودة على السرة، لدرجة أن الست كل ما يحدث عندها حيض السرة بتاعت الست تنزف دما نتيجة بطانة الرحم المهاجرة.
النظريات اللي بتفسر ده نظريات كثيرة لكن العلم ما استقرش إلى الآن عليها، لكن الست ما يهمهاش النظريات والكلام ده، لكن يهم الست اللي هي هتعاني من إيه. أنا عندي مشكلتين كبار جدا الست بتعاني منهم، المشكلة الأولى هي الألم والمشكلة الثانية هي تأخر الحمل. الألم ده بكل أنواعه، يعني ممكن آلام أثناء الدورة الشهرية تكون آلام عنيفة للغاية، ممكن آلام أثناء التبول، آلام أثناء التبرز، آلام أثناء العلاقة الزوجية، وده ممكن يتسبب في حدوث اكتئاب وقلق لهذه السيدة، لأنها كل هي ترغب في ممارسة العلاقة الزوجية، وكل ما تمارسها بتحس بآلام عنيفة غير محتملة بالنسبة لها، فده بيخليها خايفة من الإقبال على العلاقة الزوجية، وبالتالي خوفها ده ممكن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية في حياتها الزوجية. بعد مشكلة الآلام، وعلى فكرة بطانة الرحم المهاجرة هناك علاقة قوية جدا بينها وبين هرمون الأستروجين اللي هو هرمون الأنوثة، والنظريات بتقول إنه الست بعد في أغلب الأحيان بعد ما تصل إلى سن انقطاع الدورة البطانة الرحم المهاجرة بتهدأ بشكل كبير جدا. صحيح ده في معظم الحالات لكن ليس دائما. ليه؟ لأنه مرتبطة بهرمون الأنوثة. علشان كده المرض ده هو مرض السيدة في سن الحمل والإنجاب، في قمة تألقها وأنوثتها بيحصل عندها هذا المرض. المرض ده نسبته ليست قليلة، فيه أكثر من 190 مليون أنثى على كوكب الأرض بيعانوا من هذا المرض. المرض ده مش بس بيسبب آلام، ده كمان المشكلة التانية إن الست بعد ما تتزوج ممكن تعاني من تأخر الحمل. تأخر الحمل ليه؟ لعدة أسباب، من ضمنها إن الالتهاب المزمن الذي يحدث بسبب وجود بطانة الرحم المهاجرة ده، الالتهاب المزمن ده ممكن يعمل التصاقات تخلي الأنابيب بتاعة الست تتسد، أو يحصل يعني انسداد خارجي للأنابيب، أو جودة البويضات نفسها بتاعة الست في المبيض نتيجة وجود بطانة الرحم المهاجرة ممكن هو ده اللي يكون مسبب تأخر الحمل، أو إنه ممكن بطانة الرحم المهاجرة تكون في المبيض وعملة لكيس شوكولاتة، كيس كبير، الكيس ده ممكن يعوق الحمل وممكن يتسبب برضو في حدوث الألام العنيفة اللي ممكن تشعر بها الست. دبقى هنا منطقة مهمة جدا الستات بيفكروا فيها، وهي أهم منطقة علمية قبل العلاج، وهو التشخيص. التشخيص مهم للغاية وضروري، ويجب أنه يكون الدكتور يعني أورينتد بشكل كبير بقصة بطانة الرحم المهاجرة، لأنه ممكن حتى قبل الزواج البنت وهي بتعاني من آلام عنيفة في الدورة، المفروض أن احنا ننتبه ودق ناقوس الخطر في ذهننا أن ممكن الآلام العنيفة دي يكون سببها أن في بطانة رحم مهاجرة عند هذه الأنثى. وكل ما شخصنا البطانة دي مبكرا كل ما كان فرص التعافي فيها تكون أفضل. وعلى فكرة بطانة الرحم المهاجرة بكل أسف هي مرض مزمن زيها زي مرض السكر مثلا أو مرض الضغط، مدام السيدة أصيبت به بكل أسف مفيش حل جذري يخلي الست تخف، لكن إحنا بنتعامل مع هذا المرض مع الأعراض بحيث إن إحنا نخفف الآلام أو نساعدها على حدوث الحمل، لأن دول المشكلتين الكبار اللي بيحصلوا عند الست، الآلام المبرحة والمزمنة وتأخر الحمل. إذا كان الألم مفهوم بنظرياته، لكن دايماً اللي عندهم تأخر إنجاب يسألوك إزاي بطانة الرحم المهاجرة بتؤثر على فرص الحمل؟ بتعمل إيه عشان تخلي فرص الحمل تقل؟ وبتقل قد إيه؟ أنا زي ما أشرت إنه من شوية إنه يعني إيه بطانة رحم مهاجرة في مكان مش مكانها؟ البطانة المفروض تكون بداخل الرحم، لما تطلع البطانة دي وتروح في الحوض مثلاً فده بيعمل التهاب مزمن، تفاعلات بتحصل في الحوض بسبب الالتهاب المزمن، هذه التفاعلات تؤدي إلى حدوث التصاقات في الحوض، هذه الالتصاقات ممكن تتسبب في حدوث انسداد في الأنابيب،
وايضا البطانه المهاجره دي بتخلي جوده البويضات عند هذه الانثى بتتاثر تاثر كبير، وتخلي الست جوده البويضات بتاعتها تكون اقل. وكما اشرنا برضو انه ممكن يكون في بطانه رحم مهاجره في المبيض تعمل لي كيس دموي او كيس شوكولاته، الكيس ده ممكن ايضا يعوق البويضات اللي في المبيض ده انها تكبر بالشكل اللائق ويحصل منها تبويض. من العوامل اللي ممكن تأثر بأكثر من طريقة، مالتي فاكتوري. بالضبط كده. السؤال بقى، كيف نتعامل مع المانجمنت اوف ذيس كيس؟ الأول حاجة في المانجمنت إن إحنا لازم الأول نوعي الأطباء على خطورة هذا الأمر، ومن شدة خطورة هذا الأمر على فكرة إحنا في الجمعية العربية لطب الجنين عاملين مؤتمر خاص فقط عن بطانة الرحم المهاجرة، ومستضيفين فيه علماء من ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وسوريا والعراق أيضا ومصر، بحيث إن إحنا نوضح أحدث ما توصل إليه العلم في هذه المشكلة. ومش بس مؤتمر الأطباء، ده إحنا عاملين يوم كمان للمرضى، عاملينه بحيث إن إحنا نجيب العيانين يحكوا لنا عن تجاربهم وخبراتهم مع بطانة الرحم المهاجرة، ونديهم إحنا التعليمات والإرشادات عن كيفية التعامل مع هذا المرض. في الواقع ما شاء الله أنتم مجمعين يعني كل النجوم، يعني نخبة، يعني إحنا جايبين حد هو رئيس رابطة علماء بطانة الرحم المهاجرة في أوروبا، وجايبين حد تاني من كبار جراحين بطانة الرحم المهاجرة برضو في أوروبا، لأنه فعلا الموضوع يمثل مشكلة كبرى فعلا للستات اللي عندهم هذا المرض. التشخيص احنا بنستخدم اول حاجة الشكوى بتاعت العيانة وتاريخها المرضي، تاني حاجة ممكن السونار يفيدني بشكل كبير، وخصوصا لو كان بطانة الرحم المهاجرة دي موجودة في المبيض، لان هشوف في المبيض كيس ليه شكل مميز يعني لبطانة الرحم المهاجرة، وممكن استخدم الرنين المغناطيسي. لكن في الواقع الوسيلة الذهبية لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة هي منظار البطن. دور المنظار دايما يعني لما بيجي المنظار بلاقي ابتسامة موجودة على الوجوه في تقدير للمنظار ودوره، واضح انه نقل التعامل مع بطانة الرحم المهاجرة في منطقة الى حد ما مرضية جدا. المنظار عمل ثورة حقيقية في الطب، بعد ما كنا بنفتح بطن العيانة 10 سنتي أصبحنا بندخل عن طريق فتحات صغيرة جدا 2 سنتي، وممكن العيانة بعد العملية بساعتين تستطيع أنها تروح بيتها وتاني يوم تستطيع ممارسة عملها. قلل أنه الستات اللي يعني إقامتهم في المستشفى، وقلل تغيبهم عن العمل، والعمل ثورة حقيقية المنظار في الطب كله مش بس النساء والتوليد. زي ما أشرت أنه الوسيلة الذهبية لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة هي منظار البطن. منظار البطن بيعمل إيه؟ منظار البطن أنا بدخل بعناية، بدخل كاميرا في بطن العيانة، وبالتالي أنا شايف بعناية الحوض بتاع الست، بحيث أن حتى لو حاجات السونار مش عارف يبينها لي أنا هدخل أشوفها بعناية في الحوض بتاع الست. يبقى المنظار بستخدمه أولا كوسيلة تشخيصية إن في بطانة رحم مهاجرة ولا ما فيش. الوسيلة الثانية بستخدمه كوسيلة علاجية، أنا دخلت ووجدت إن هناك فعلا بطانة رحم مهاجرة، هعمل إيه؟ لو كانت البطانة دي الالتهاب المزمن ده عمل التصاقات، فإحنا بالمنظار بنفك هذه الالتصاقات. لو كان المنظار، لو كان ايضا في كيس مثلا في المبيض، فاحنا ممكن نعمل استئصال لهذا الكيس، والجايد لاينز او الارشادات بتقول ان لو كان الكيس ده اكبر من 4 سنتي احنا ممكن نعمل استئصال لهذا الكيس بالمنظار بشرط، ودي مهمه جدا و يعني نقطه فنيه مهمه. انا لازم اسال نفسي سؤال، هي الست دي طالعة من بيتها وجيالي علشان عايزة تحمل ولا عشان بتعاني من ألم؟ ليه؟ لأن مهما كانت شطارتي كجراح مناظير وأنا بشيل الكيس ده من المبيض لازم هاخد جزء أيضا من نسيج المبيض،
يعني إيه أخد جزء من النسيج المبيض؟ يعني الكنز الاستراتيجي أو المخزون الاستراتيجي لهذه الأنثى لازم هيتأثر، ثروتها تقل بشكل كبير، فأنا لازم أشرح لها والله يا ست الحبايب إحنا لو شلنا هذا الكيس ثروتك الحقيقية في البويضات اللي موجودة في المبيض هتقل، فهل إحنا هنتقبل ده ولا نأجل موضوع إن إحنا نشيل الكيس لغاية ما نعمل لك حقن مجهري وبعد ما تحملي وتكملي أسرتك نعمل لك المنظار ونشيل الكيس ده؟ فالنقطة دي نقطة محورية وضرورية إن إحنا نعمل مشورة، لأن أنا كدكتور ما باخدش قرارات لحد، أنا دوري إني أعرض المعلومات العلمية على المريض، والمريض في الآخر هو الذي سيتحمل تبعات قراره، تبعات نفسية ومادية واجتماعية إلى آخره، فهو اللي لازم ياخد القرار، بس أنا دوري إن أنا أشرح له كل التفاصيل المحيطة بالمشكلة الطبية بتاعته. كلمة تأخر الإنجاب فرضت نفسها على الحوار، فجأة هي أصبحت نجمة الحوار، تأخر الإنجاب. المناظير طول عمرها واخدة جزء مهم في النجومية في أي حوار. طيب لو احنا حطيناهم جنب بعض هيبقى السؤال اكيد المنطقي، المناظير خدمت ازاي علاج تاخر الانجاب؟ المناظير زي ما اشرت انه عملت ثوره حقيقيه في عالم الطب كله. احنا عندنا في ثلاث انواع من المناظير، منظار البطن اللي انا بدخل بيه علشان اعمل تشخيص اشوف لو في مشكله ما، واكثر المشاكل اللي بيشخصها بطنه الرحم المهاجره. القصة الثانية إن ممكن يكون في ارتشاح في الأنبوبة مثلا، الارتشاح ده السوائل فيه سامة فممكن تؤذي الجنين، فاحنا بندخل نعمل فصل للأنبوبة دي عن الرحم عشان نمنع السوائل دي إنها تروح ترجع للرحم، وبنفتح الأنبوبة دي عشان نفض السوائل ونغسلها، لأنها وجود كتلة السوائل في الأنبوبة بيعمل آلام مزمنة في الحوض، فاحنا بنعمل حاجة اسمها سلبنجوستومي، يعني ثقب في الأنبوبة عشان نفضي السوائل ونغسلها. الأمر الثاني إن المنظار أنا بشيل بيه لو كان في لوفة ورم ليفي موجود في الرحم، في جدار الرحم أو في الجزء الغطاء بتاعه، فأنا بشيله بالمنظار بسهولة. وفي بعيداً عن تأخر الحمل إنه لو ست عندها تضخم في الرحم وأكملت أسرتها، فإحنا ممكن نعمل استئصال رحم بالمنظار، وده يعني كان تقدم مذهل حدث في الطب. أيضا منظار الرحم، منظار الرحم ضروري ومهم جدا في حالات تأخر الحمل، لأنه بيشخص لي مشاكل كتير جدا ما كناش عارفين نشخصها، زي مثلا أنه الست عندها لحمية صغيرة كده مثلا في عنق الرحم، في سقف الرحم، المكان اللي هيحصل فيه التصاق للجنين، اللحمية دي لو ما شلناهاش هتمنع حدوث التصاق للجنين في المكان ده. لو كان في ورم ليفي اسمه سب ميوكس فايبرويد، اللي هو ورم ليفي يعني بارز من بطانة الرحم، فساعتها لازم ندخل نستأصل هذا الورم. اللي شايفينه دي لحمية، دي لحمية واضحة جدا وليها بيديكل اللي هو عنق للحمية، فأنا بدخل أقص هذا العنق وبعدين بآلة جراحية بأخدها علشان أطلعها. لو كان في أحيانا التصاقات بسيطة في بطانة الرحم بدخل برضو بمنظار الرحم وبالمقص ممكن أصلح هذه الالتصاقات. لو كان في عيوب خلقية أساسا في الرحم، زي مثلا وجود حاجز في الرحم، فأنا بدخل بمنظار الرحم وأصلح هذا الحاجز أيضا في الرحم. الحاجات دي رفعت بشكل كبير جدا من نسب حدوث الحالات بتاعة نجاح الحقن المجهري. أذكر أنا كان عندي حالة، الراجل كان عنده كانت عاملة أشعة بالصبغة وجايباها كده، فبتقول لي ده الرحم ذو قرنين، فراحت للدكاترة والدكاترة كلهم قالوا لها ده رحم ذو قرنين، فجاية تستشير، سمعت إن في واحد كويس اسمه شادي، فجاية تاخد رأيه تعمل إيه في الرحم ذو القرنين ده. فطبعا إحنا الدرس اللي اتعلمناه وإحنا بنشتغل في سونار النساء والتوليد إنه لا تعتمد على الأشعة بالصبغة في تشخيص العيوب الخلقية في الرحم، الأشعة بالصبغة فقط بستخدمها عشان أشوف الأنابيب مفتوحة أو لا. أمال إيه اللي بيشخص
المشاكل بتاعة العيوب الخلقية للرحم اللي هو السونار المهبلي ثلاثي الأبعاد. فأنا قلت لها خلاص هنبص عليك، وعملت لها فعلا سونار ثلاثي الأبعاد، واكتشفنا إن هو ما عندهاش رحم ذو قرنين، ولكن عندها حاجز كبير جدا واصل لغاية عنق الرحم، ومخلي لما حجن الدكتور الأشعة الصبغة خلى نتيجة الحاجز ده خلى الرحم باين كأنه رحم ذو قرنين. انتقلنا من تشخيص صعب علاجه جدا إلى تشخيص هدخل بالمنظار أعمل حاجة اسمها ريليز للسبتم، ترجع الرحم لشكله الطبيعي، أفصل الحاجز يرجع الرحم، يرجع الرحم لشكله الطبيعي. وبعد ما كانت خلاص هي يعني يائسة من الأمر لأنه حالة صعبة جدا أنه الرحم ذو قرنين، إلى فقلت لها خلاص أنت ممكن تحملي، قالت لا أنا مش خلاص أعمل لي حقن مجهر، أنا تعبت ليه 5 سنين أعمل لي على طول. وفعلا الحمد لله عملنا لها الحقن المجهري وحملت ومعها شادي دلوقتي ما شاء الله. طب يا سيد في وسط الكلام الرأي اللي احنا سمعناه ده، يبقى برضو بطنة الرحم المعجنة نظرا لانتشار الحالة المرضية مسار مهم جدا للفتي. تسمع ناس بتفتي كتير حول هذا الأمر، لأنه زي ما أنا قلت هذا مرض ذو ألف وجه، ذو برزنتيشن مختلفة، ذو تواجد طبي مختلف، مرة بألم، مرة تأخر إنجاب، مرة مشاكل في التبويض، مرة نزيف زايد، مرة ممكن يجي معها حاجات تانية زي الفايبرويد، فنلاقي فيه مشكلة مركبة. زي ما قلت لكم دي بيئة خصبة لأبو العريف، فهنسمع أبو العريف في واحدة من الفتيات بتاعته المثيرة جدا والممتعة للغاية. تعالوا نسمع مع بعض. عيشة الدكتور قال لمراته نعمل عملية بسيطة كده بالمنظار، جاي يسألني ومستنيني أقول له اوعى وبلاش ولازم منه. قلت له طب ده أحلى حاجة المنظار عموما، ده حتى لما يقولك على حد عاوز يعمل علينا أجمد حاجة يقولك ده بيتمنظر علينا، بيعمل نفسه منظار. المنظار في أمراض النساء بالذات بقى يحل محل كل العلاجات والجراحات، مفيش حاجة المنظار ما يعملهاش. طب أنا جات لي عميلة من كام يوم وقالت لي أصل أنا لسه والدة مبارح، لما لقيتني استغربت فهمتني إنها ولدت بالمنظار عشان تتحشى جرح القيصرية. في المنظار مع الستات يا سيد أقولك بالعكس، الدكتور يقولك أي حاجة تانية قوله لا عاوزينها بالمنظار. هو قال كلام حلو في الاول، لكن لنا ان ابو العريف راح جاي اي الجمله مالهاش علاقه ولدت ايه بالمنظار، في حد بيقول بالمنظار ولاده لا قيصريه لا طبيعي، مفيش ولاده بالمنظار يا ابو العريف، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى الكوميديا في حته بقى اللي هو ايه، احنا قلنا المنظار رائع وعظيم وبروسيدر، فهو راح مخلي كل حاجه تتعمل بالمنظار، ده مش حقيقي. في المانيا الان السبب الوحيد اللي بيفتحه علشان بطن العيانة هو الولادة القيصرية وفقط. حتى الأورام اللي بتحصل في المبايض واللي بتحصل في الرحم وبتكون عملية ضخمة جدا تقريبا بيفرغ الحوض بتاع الست كله، حتى هذه الأورام أيضا بيتم عملها بالمنظار. ففعلا المنظار الآن أصبح كل اللي ممكن يتعمل عن طريق فتح البطن بيتعمل الآن عن طريق المنظار إلا الولادة القيصرية والسبب ان احنا عايزين نطلع عيل 3 كيلو فصعب نطلعه من فتحة صغنونة كده 2 سنتي ده سبب الوحيد. هتعمله بروسيليشن يعني وبعدين تطلع تجمعه تاني بره. نورت يا دكتور شادي، ربنا يخليك. سعيد سعيد جدا بهذه الزيارة الممتعة كعادتك، اسلوب يعني الجنوب الوادي الجميل الرشيق الذي لا يخلو من شعر، رائحة الأبنودي تسيطر على الحوار، واسلوب الجميل بتاعك اللي يعني تحس انه احنا بنتكلم طب لكن لا يخلو من شعر. ربنا يخليك، شكرا. الاسلوب الادبي الرائع جدا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي عبد الستار سليم، استشاري النساء والتوليد والحقن المجاري ورئيس الجمعيه العربيه للطب وجراحه الجنين، زماله جامعه ايان دونالد، ورئيس مجلس اداره مركز نيو كليوباترا لصحه المراه، وعضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه للتجميل النسائي، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه والمثيرة والتي تبقى دائما محطة للشغف
العلمي، محطة للإبداع في إزاي أوصل للخطة العلاقية المناسبة. دايما يتعلق الأمر ببطانة الرحم المهاجرة. هتسمعوا الكلام ده بس هنا في الدكتور. اهلا بيكم. النهارده العنوان لحوارنا المهم جدا هو الشبكيه. انا مقتنع بان الشبكيه واحده من الاجزاء الطبيه اللي الثقافه فيها لسه تحبو جدا، يعني سنه اولى. الناس ما تعرفش حاجات كثيرة عن الشبكيه. صحيح ان في حاجات ثابته في عقول الناس او معرفتهم بيها جيده نسبيا لكن مش كامله، يعني مثلا، وحتى على فكره على مستوى الأسرة الطبية في مفهوم جدا علاقة السكر، مرض السكر بالشبكية، ولذلك لازم مريض السكر ينتبه جدا لمضاعفات السكر وتركه بدون علاج، وترك السكر لسنوات ربما بدون أنه يكون منضبط جدا ومنضبط بشكل جيد. وعلى فكرة في معلومات مغلوطة جدا حول السكر ينبغي أن تصحح، من ضمنها مثلا أنه طالما السكر التراكمي مظبوط يبقى أنا في أمان. لا، هو طالما السكر التراكمي مظبوط ممكن تكون في أمان، لكن في جانب ممكن جدا يكون السكر بيرتفع وبينخفض عندك يوميا. هيطلع السكر التراكمي في 3 شهور مظبوط، لكن الارتفاع والانخفاض اليوم فيه يضر الكلى ويضر الشبكية. عشان كده لازم أساليب تانية في العناية بمريض السكر. صحيح بقى علاقة الشبكية بحالات تانية مش واضحة، هنسأل فيها ونفهم. يعني مثلا الديليمير بتقول أنه انك نظرك او بصتك في الشاشات الالكترونية ممكن يأثر على الشبكية. ده كلام لازم نفهمه ولازم هل نتأكد من صحته. مثلا انه البصر او النظر للموبايل في الظلام والتكستنج عليه لفترات طويلة قد يؤثر على الشبكية، وفي قصة موجودة في كتير جدا من المواقع الانجليزية عن الموضوع ده. مثلا انه الحشيش يؤدي الى مشاكل في الشبكية، ده كلام طبي محترم جدا بس برضو محتاجين نتأكد منه. المؤكد ان الرياضة بتحسن حالة الشبكية وتؤخر امراضها. نعم، كل دي اشياء هنتأكد منها النهاردة، لكن تبقى على القمة السكر اللي محتاجين نفهمه ونفهم علاقته بالشبكية. لكن ايه هي امراض الشبكية اساسا؟ ده هيكون اول سؤال لي مع ضيفي العزيز. الحقيقة احنا سعداء النهاردة جدا لان ضيفنا واحد من الأسماء البارزة من الميجا ستارز العالم أمراض العيون. والحقيقة النهاردة هنستمتع كمان بأن احنا يعني مع قيمة علمية كبيرة في عالم الشبكية. الشبكية واحدة ما أقول لكم من المنظومات الطبية اللي الثقافة فيها تحبو. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور أحمد جمعة المهدي، أستاذ طب وجراحات العيون بكلية الطب، استشاري طب وجراحات العيون ونائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي. ضيف العزيز أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ المشاهدين. منور. الله يخليك. الله يكرمك. عايز أبدأ الأول، ما هي أمراض الشبكية؟ ناس كتير ما تعرفش. طبعا هي الشبكية هي المكون الأساسي والعضو الأساسي اللي هو بيترجم الصورة، بيترجم حقيقة الشيء لصورة علشان تتنقل للمخ، عشان المخ يبتدي ان هو يشوف. يعني ببساطة كده شديدة هنقدر نقول ان الشبكية هي زي فيلم الكاميرا القديم، الفيلم اللي هو اللي موجود. لو الشبكية جيدة، خلاياها جيدة، الأوعية الدموية اللي فيها جيدة، هتؤدي الى صورة واضحة، وبالتالي المخ هيقدر يترجم الصورة دي بنقاء وصفاء ويبقى شايف كويس. أي حاجة بقى تؤثر على خلايا الشبكية دي هتدي لمرض من أمراض. في عندنا حاجات خلقية، في عندنا حاجات نتيجة عوامل بيئية، في حاجات بتأثر نتيجة أمراض معينة، أدوية معينة بتتاخد مثلا معينة عن طريق مثلا أبيوز اللي هو بيستخدمها وأنا مش فاهم أعراضها، أو بعض الأطباء بيكتبوها في تخصصات أخرى من غير ما هم ينبهوا على المريض من الأعراض اللي هي بتأثر على العين، إن هو لازم يعمل فحص دوري. بعض مثلا التقدم السن، في إصابات معينة وخبطات، كل الحاجات دي كلها بتؤدي إلى أمراض الشبكية اللي هي في الآخر هتؤدي إلى إن الرؤية ما تبقاش واضحة، ويبقى في ظلام، ويبقى في عتامة على العين، ما يبقاش واضح الرؤية كويس. يعني إيه اعتلال شبكي؟ كلمة اعتلال انها ما بتأديش الوظيفة بتاعتها كويس. وظيفة الشبكية ان هي ترى الـ 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 الاشياء بوضوح. كون ان هي اعتلت يعني بقى فيها علة. الاعتلال ده اسبابه اشهر سبب ليه طبعا اللي احنا عارفين اللي هو مرض السكر.
فطبعا مرض السكر بيأثر على الشبكية، لأن إحنا لو إحنا نقدر نقول الشبكية عبارة عن إيه، هي عبارة عن أعصاب، وإحنا عارفين إن السكر بيؤثر تأثير عالي جدا على الأعصاب. التأثير بتاع السكر لو إحنا عايزين نبسطه ونفهمه بسرعة، هو بيأثر على الأوعية الدموية الدقيقة اللي بتغذي الأعصاب. جدار الأوعية الدموية ده بيبقى رفيع جدا، بيبقى فيه طبقة من الطبقات ما بتبقاش موجودة، الطبقات الأخرى تبقى رفيعة علشان أقدر يمشي جوه خلايا وجوه طبقات الشبكية. فالأنسجة لما يبتدي التأثير السكر، بتبتدي الأنسجة يحصل ما تبقاش كومباكت أو متماسكة مع بعضيها، تبتدي إن هي يحصل فيها فراغات. ده أول تأثير للسكر على الأوعية الدموية، يبتدي المكونات الدم ترشح في جدار الشبكية. العامل الثاني، احنا عارفين ان غذاء الشبكية الاساسي هو الاكسجين. الاكسجين ده بيتنقل عن طريق كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء هي خلية من الخليتين الموجودين في الجسم اللي السكر بيخشهم بدون عامل مساعد. كل خلايا الجسم محتاجة انسولين عشان تدخل السكر جواها، ما عدا خليتين، خلية كرات الدم الحمراء والخلية العصبية. دول السكر طالما موجود في الدم يخش جواهم على طول بدون الانسولين، يعني الواحد ما عندوش انسولين هيتراكم جوه خلايا الدم، كرات الدم الحمراء السكر. كرات الدم الحمراء ليها شكل معين، بيبقى عامل نقول نقدر نقول زي المركب كده، بتتحمل بعناصر اكسجين بحيث ان هي توصل لكل حته في الجسم. لما السكر يخش جواها بكميات كبيره، يبتدي الشكل بتاعها يبقى عامل زي الكوره بالظبط، بدل ما كانت بتشيل مثلا 8 ذرات اكسجين تشيل مثلا 4 او تشيل 2، فبالتالي يبقى الاكسجين اللي واصل لخلايا الشبكية قليل جدا، فبالتالي الجزء الثاني يبقى كأن الشبكية بتتخنق. فلما الشبكية بتتخنق مفيش أكسجين، تطلع مواد سامة. المواد دي بتقول أنا عايز دم، عايز دم، عايز أكسجين، فتبتدي تكون أوعية دموية. يعني زي ما بنقول كده، أي حتة أي شوية نسيج كده جنب بعضه يبتدي يكونوا جدار عشان يمشي فيه دم، مش أوعية دموية طبيعية اللي هي ليها جدران. فبالتالي يبقى أنا بزود الارتشاح لأن الجدار ضعيف، الأوعية الدموية اللي اتكونت الجديدة دي الجدار ضعيف. بيمر بقى المراحل من مرحلة بسيطة اللي هي في الأول خالص ما بيبقاش فيها نمو للأوعية الدموية دي، بيبقى بس ارتشاحات بسيطة، ممكن ما تجيش في مركز الرؤية اللي هي مقولة العين، ممكن تيجي في الأطراف. لما تبتدي الموضوع يزيد شوية يبقى نخش في المرحلة الثانية اللي هو تبتدي الأوعية الدموية توسع قوي عشان توصل دم كتير. ده زي ما بنقول كده سلاح ذو حدين، أنا بوصل دم بأكسجين زيادة، ما هو أنا بزود برضو في الجانب التاني ارتشاح، ما هي الأوعية الدموية جدارها ضعف. لما نوصل بقى للمرحلة التالتة، إن المواد السامة دي تفرز بكميات كبيرة، الأوعية الدموية الجديدة تتكون اللي هي ملهاش جدران، ودي من الحاجات الخطيرة اللي احنا تعتبر تالت مرحلة اللي هي ممكن بيحصل منها المضاعفات بتاعة التأثير السكر على الشبكية. المسألة أشبه ما تكون، يعني دايما كنت أشبهها للناس بانها عامله زي شركات بتاعه زمان بتاعه النصب بتاعه توظيف الاموال. الناس دي بتحصل نفس الميكانيزم اللي هو داخل لها فلوس زي الشبكيه كده، ما داخل لها دم، فحصل اي مشكله هم نصابين، حصل مشكله فيبداوا يكونوا ويدخلوا ناس تانية، يعني يبداوا يعملوا اوعيه دمويه تانية، روافد تانية تدخل فلوس. المشكله ان المساله كلها بتبقى بوظان في بوظان، فالفلوس دي بتقع بقى بتتسرق وبتقع وبتروح، ويحصل اللي هو الاكسيديشن، ما بتأديش الهدف في الاخر. هي بتحاول تعوض وتزود الداخلين وتاخد من ده الديل ده، بس في الاخر النتيجه الشبكيه هتتضرر. تمام. وبنخش بعد كده في المضاعفات. طبعا مضاعفات طبعا السكر على الشبكيه من اشهر المضاعفات اللي بتحصل، كل ما الاوعيه الدمويه الجدار بتاعها يضعف، كل ما نخش بقى في المرحله بدل ما كان ارتشاح بس البلازما او البروتينات او الدهون، لا نخش بقى في الدم نفسه، الدم نفسه يخرج اللي هو النزيف. طبعا بيجي المريض بيشتكي، اول شكوى ليه انا فجاه عيني غيمت، مش شايف بالعين اليمين، مش شايف بالعين الشمال، فجاه كده لقيت ستاره نزلت على عيني. دي مضاعفات على طول. هو الشخص بيبقى شايف وهو مهمل مكسل شويه، ما بيتابعش، ففجاه عينه غيمت، هينزل بقى يبتدي يدور، نلاقينا ايه عيني غيمت، بنحط القطره، نبص على قاع العين، مش شايف الشبكيه، مش شايف العصب العين، مش قادر اشوف حاجه داخل العين نتيجه النزيف. زي ما احنا شايفين كده الدم نفسه هو اللي خرج، وبيبقى جوه الجسم الزجاجي بقى مليان دم. ده من ضمن المضاعفات اللي هي بتحصل. المضاعفه الثانيه اللي ممكن تحصل طبعا اللي هو لما الدم ده يفضل فترات كبيره، يبتدي يعمل تليفات على جدار الشبكيه. التليفات دي مع الوقت تبتدي ان هي التليفات عامله زي بالظبط، بمثلها بالبلدي كده زي الاستك،
كل ما يقعد فترة كل ما يبتدي يشد، كل ما يقصر، كل ما يشد يقطع في الشبكية بهذا الشكل ويحصل فيه انفصال شبكي. الانفصال الشبكي العادي مختلف عن الانفصال ده، الانفصال ده نتيجة تراكشن، نتيجة شد، وده بيبقى علاجه أصعب بكتير جدا، ونتائجه مش النتائج اللي هي اللي احنا بنبقى مبسوطين بيها. ليه؟ لأن بتبقى الشبكية نفسها ضعفت نتيجة تأثير السكر، حصل الانفصال الشبكي، في تليفات على الشبكية، كل ده بيأثر على الخلايا السطحية بتاعت الشبكية اللي احنا بنقول ان هي فيها طبقة الألياف العصبية اللي هي بتوصل لحد العصب اللي هو بيوصل لحد المخ. إذن كل دي مضاعفات، تلفيات. طبعا تلفيات خطيرة جدا. طب احكي لي بقى كيف نتعامل، مانجمنت ريسكس. هو طبعا زي ما بنقول الوقاية خير من العلاج. مرض السكر لو احنا عايزين نقول نسبة تأثير السكر على الشبكية نسبته قد ايه، في بعض الناس يقول لك نسبته مثلا 20% 30%. نسبة تأثير مرض السكر على الشبكية 100%، 100%. فبالتالي ما فيش واحد يقول انا الحمد لله انا شايف فبالتالي مش هروح للدكتور ومش هتابع. لا، التأثير 100%. تأثير ممكن بعد سنة بعد اتنين لو انا مهمل او مكسل او في حاجة مثلا في الجينز معينة بتخلي تأثير السكر ازيد، ممكن يحصل بعد 30 سنة. لما ألحق السكر في أول مراحله أفضل بكتير جدا من أنا المرحلة الثالثة أو المضاعفات. بفحص قاع العين فحص دوري كل سنة، ده لازم سواء هو بيشتكي أو بيشتكيش. أول مرحلة وتاني مرحلة مفيش تأثير على النظر إطلاقا تقريبا، مقاس بس بيتغير شوية، مثلا بيحصل شوية قصر نظر زيادة وخلاص، أو يحصل شوية طول نظر زيادة وخلاص، مبيبقاش فيه تأثير ويبقى شايف. أو نخش في ثالث مرحلة يحصل الدروب بقى، نلاقي نفسنا النظر قل. طب أنت كنت فين من أول مرحلة وتاني مرحلة اللي هي على الأقل خالص بقى 10 سنين؟ يعني علشان يحصل التطور ده بياخد فترة. النسبة اللي هي بتحصل بسرعة دي قليلة وبتحصل في النوع الأول من السكر. طبعًا إحنا عارفين السكر نوعين اللي هو تايب 1 وتايب 2، فتايب 1 هو ده اللي بيبقى التأثير فيه أسرع شوية، لكن تايب 2 عادة بيطول شوية التأثير، والانتقال من مرحلة للتانية بتاخد أطول شوية لو أنا عندي نسبة معينة من الاهتمام شوية بعلاج السكر. نؤكد على ان كل اللي احنا بنقوله ده في الناس التي تهمل تماما في العلاج. تمام، صح كده. لكن الراجل الملتزم المنتظم ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه، مش هيحصل له حاجه. وكمان حتى لو في تاثير على ما نخش في اول مرحله بناخد سنين طويله، لان احنا عارفين التاثير نتيجه ان السكر زياده فبيخش جوه كرات الدم الحمراء، فبالتالي ما بيوصلش اكسجين كفايه. ده الاساسي. التأثير على الأوعية الدموية بيحصل نتيجة عدم انتظام السكر، فدول الحاجتين الأساسيين اللي بيحصلوا. لو أنا منظم سكري كل ده مش هيحصل، أو لو هيحصل هيحصل بعد فترات طويلة جدا، ويحصل بطريقة بسيطة جدا. بطريقة بسيطة يعني يتأثر بعد سنوات طويلة، نقصد مثلا سنين طويلة جدا، 30 40 50 سنة. بيحصل بعد سنين طويلة. تمام. فبالتالي لو أنا بتابع بقى باستمرار، ما استناش لما أقول أنا لا أنا الحمد لله شايف، ما أنت أول مرحلة وتاني مرحلة شايف، فما استناش خالص. لازم كل سنة بطمن على قاع العين، زي ما انا مثلا كل مثلا على الاقل خالص كل يومين او ثلاثه بعمل تحليل سكر اللي هو العشوائي عشان اطمن سكري مظبوط ولا لا، او كل 3 شهور او كل 6 شهور بعمل اللي هو السكر الايه العشوائي او السكر التراكمي. فبالتالي فحص قاع العين باستمرار كل سنه، ابتدي ان انا اسرع بفحص قاع العين كل 6 شهور لو لقيت بدايه تاثير، لو في اول علامه من علامات اللي هي جدران الاوعيه الدمويه بتبقى واسعه سنه، او بيحصل فيها حاجه اسمها المايكرو انيوريزم اللي هي بتبقى في تضخم سنه فيها، ابتدي ان انا على طول كل 6 شهور بعمل فحص. لو لقينا ان هو بدا ياثر على مقوله العين، او بدا يبقى قريب من مركز الرؤيه، يبتدي لازم يبقى فيه التدخلات العلاجيه. مهم جدا بعض مع علاج السكر لازم يكون في عندي فيتامينز مهمه جدا، يعني الفيتامين بي، الزنك، السيلينيوم، المواد اللي هي برضو الحاجات اللي هي الانتي اوكسيدنت اللي هي بتقلل الفري راديكلز اللي موجوده، بحيث ان انا اوصل اكسجين على قد ما اقدر كويس، واتخلص من المواد السامه اسرع شويه. حلو قوي. الفيديو اللي فات ده مهم قوي في الجزء بتاع الرؤيه، ازاي انا الاحظ يعني كيفيه متابعه مريض السكر اساسا. في متابعه هو نفسه بيتابع نفسه، وفي متابعه اللي هي الدوريه اللي هو المفروض بيتابعها عند الطبيب. هو بيتابع نفسه نمره واحد الالوان، ده نمره واحد. نمره اتنين اعوجاج الصوره بهذا الشكل. لو حصل ارتشاح في مركز الرؤيه هنلاقي، لو الفيديو راجع سنه هنلاقي حواف الحاجه اهي، حواف الحاجه المستقيمه تلاقيها مالت سنه. ليه؟ لان حصل ارتشاح في مركز الرؤيه. ارتشاح في مركز الرؤيه بقت عامله زي البومبي، زي العدسه كده بالظبط، فحته تبقى شايفه في ليفل وحته تانية تبقى شايفه في ليفل تاني بالظبط. وده اللي احنا لما بنفحص قاع العين
بنلاقي ان في حته عاليه وحته في مكانها، فبالتالي يحصل الاعوجاج اللي موجود ده. حته خطيره دي قوي، دي يبقى في ارتشاح في مركز الرؤيه مباشر. تمام، فده هو يلاحظها ازاي؟ مثلا بيبقى قاعد على مكتب، قاعد على حاجه الخط بتاعها مستقيم، يلاقي لا انا شايف الحته مايله، في حته فيها مايله. خلاص، في تيست بيبقى موجود عندنا اسمه الامسلر كريد، ده حاجه زي مربعات صغيره جدا كده بنخليه نفحص. لو هو بيمركز على نقطه معينه، لو شايف الخطوط معوجه يبقى انا متوقع من قبل ما افحص انا ده خلاص عنده ارتشاح في مركز الرؤيه. تمام، تاني حاجه الالوان، بيحصل بيخلي تبقى دي ساتوريشن، ما بتبقاش اللون شايف اللون، انا شايف اللون الاحمر بس حاسس ان هو بهتان. ده نتيجه ان طبعا احنا ربنا خلق الشبكيه بطريقه عجيبه جدا، لما اتفهمت خلت الواحد يقول سبحان الله. الطبيعي ان انا لو شعاع الضوء داخل كده على الايد المفروض الحته دي هي اللي تشوف، ربنا مخلي استقبال الصوره من الحته دي عشان لو كميه الاضاءه كبيره قوي برضو يبقى فيه عازل لحد ما توصل لحد الحته دي. فلما انا ابتدي الجدار ده يتخن، يعني يحصل فيه ارتشاح، على ما الضوء يوصل لحد جوه ياخد وقت، بياخد وقت اطول سنه. فبالتالي الالوان طبعا في طول موجي معين، في طول موجي الازرق بيبقى طويل شويه، الاحمر بيبقى قصير شويه، فالقصير ده هو اللي يتاثر. يعني دايما يشوف الحاجات الازرقيات فقع قوي، ويشوف الحاجات اللي هي الهوت اللي هي زي ناحيه اللون الاحمر والالوان دي يلاقيها بهتانه شويه. فبالتالي دي من ضمن الحاجات اللي هو برضو ياخد باله منها. في بعض الناس بيبقى تالنتد كويس بيقدر يلاحظ الحاجه دي ويعمل فحص ما يستناش للميعاد الدوري بتاعه. يعني لو الاهلي بيلعب مع مثلا فريق لابس ازرق، بكلم جد والله، يعني يعني مثلا الاهلي بيلعب مع سموحه مثلا بيلبسوا ازرق، بس المهم يكون التلفزيون دقته عاليه. لازم يكون دقته عاليه، يعني هيلاحظ ان هو شايف الازرق، شايف حاجه غامقه قدامه قوي. بس فانيله الاله ليها بهتانه، يعني هيلاقي اللون الاحمر بتاعها مش هو اللون الاحمر اللي واخد انه يشوفه. ده كلام بجد صحيح؟ صحيح، تمام، صح. فبالتالي دي من ضمن الحاجات اللي هو يبتدي ان هو يفحص. ده اللي على المريض، بجانب طبعا تنظيم السكر، بجانب الفيتامين، بجانب الاكل الصحي والرياضه، ده مهم جدا. هو صدفه ان احنا لابسين كرفتات حمراء، لو شاف اللون الاحمر ده باهت ياخد باله. تمام، صح. احنا الالوان بتاعه القاهره والناس رائعه، فياخد باله انه في دي من حاجات. ايه تاني؟ الحاجة التانية طبعا على الطبيب، ما يبقاش مريض جاي من غير ما يسأله الأسئلة مهمة جدا. المريض سكر بتعالج، آخر تحليل سكر، آخر تحليل سكر تراكمي كان كام، وفحص قاع العين آخر مرة عملته إمتى، ولازم يعملوا فحص قاع عين. مش أنا جاي عشان أغير مقاس النضارة والدكتور مثلا مستعجل شوية أو يعني عنده ضغط في العيادة، ما يعملوش فحص قاع العين. فحص قاع العين دوري كل سنة، ده لازم، ما نكسلش في حق المريض بالذات اللي هو مريض السكر، لأن قطرة التوسيع دي بتزغلل، والمريض بتاع السكر جربها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فما هيصدق ان الدكتور يقول له لا انت الحمد لله انت كويس وشايف العلامات كويس فمش محتاج نعمل فحص قاع عين. لا، ما هو هيبقى شايف كويس في اول مرحلة وثاني مرحلة زي ما احنا اتفقنا في الاول، فلازم اعمل فحص قاع عين دوري. كل مريض جاي لي سكر احط له القطرة وابص على قاع عين. محدش يروح بعربيته عشان خاطري، يعني يروح الدكتور عشان يعمل ده ويروح بعربيته، لازم يكون معاه حد بيسوق او يرجع بمواصلات. تمام، هو حاجة يوقف تاكسي يركب يرجع بيه، لانه مش هيعرف يسوق. فحص قاع العين ده بعديه مش هتعرف تسوق، ما تحورش، يعني ما في حوادث بتحصل بسبب الحكايه بسبب الموضوع ده فعلا. طيب العلاجات انتقلت من الاقل حداثه الى الاحدث. تمام، هو طبعا كان علاج لتاثير السكر الاساسي اللي كان موجود اللي هو الليزر. طبعا العلاج الدوائي ان انا بظبط وباخد الفيتامينز وحاجات توسع الاوعيه الدمويه والكلام ده كله. لكن احنا خلاص وصلنا لمرحله ان انا في عندي ارتشاح، ارتشاح درجات معينه لازم يبقى فيه تدخل. كل فكره العلاج بتاعنا بتاع الليزر ان انا جزء من الشبكيه مش مهم عندي، هو طبعا كل الشبكيه مهمه، الشبكيه دي يعني ربنا خلق لها زي الجنين مشيمه، يعني هي الاوعيه الدمويه دي. حلو التشبيه ده جدا، يعني غاليه جدا. انا اول مره اخد بالي من قرب الشبه ما بين المشيمه وبين الشبكيه. احييك، اصل انا لما بسمع كلمه يعني السنين الطويله دي كلها ما جاش على بالي ان فعلا الشبكيه زي المشيمه. احييك على كده. الشبكيه العين زي الجنين، الجنين ليه مشيمه، شبكيه العين ليها مشيمه وراها اللي بتغذيها. بالظبط، عشان كده لو الشبكيه انفصلت فعلا شبه بعض حتى في التشريع. في الشكل كده والاوعيه الدمويه اللي ماشيه والشكل العام ازاي وشبكه الاوعيه الدمويه المنتشره. فطبعا في من كتر ان هي بريشيس قوي، كل حته فيها مهمه، بس في عندي الاهم ثم الاقل اهميه. كل فكره الليزر ان انا الاقل اهميه
بحاول ان انا زي ما بقول كده احرقه، مش محتاجه، اثبته، بحيث ان انا مش عايز لو عندي كميه اكسجين مثلا كنت محتاج 100 اللي واصل لي دلوقتي 50، فانا مهم عندي مركز الرؤيه، مقوله العين دي اللي انا عايز اوصل لها الغذاء باكبر قدر ممكن. فبالتالي في اجزاء من الشبكيه مش محتاجها، او مجال الرؤيه بتاعي كله اللي حواليا يبقى في نقط معينه مش مهمه، فدي بعمل فيها الليزر بحيث ان انا اثبتها، بحيث ان انا ما اخليش الغذاء يوصل فيها بكميه كبيره ويقل في مقوله العين، يبقى انا مركز الغذاء كل بتاعي على الايه، على مقوله العين. ده كان الليزر العلاج الاولاني اللي هو اللي كان بيتعمل. بعد كده طبعا التطور اللي حصل تقريبا من، وكل مادة بيحصل فيها فترة من حوالي مثلا يمكن أكتر من 15 سنة، اللي هو المواد اللي بتتحقن داخل العين. طبعا احنا قلنا في المراحل ان هو بيحصل فيه مواد سامة بتطلع، المواد السامة دي اللي بتطلع بتخلي تقول ان الشبكية بتتخنق، عايزين أوعية دموية وأكسجين، تبتدي المواد دي تخرج. المواد دي سلاح ذو حدين، الشبكية محتاجة عشان توصل أكسجين زيادة، بس في المقابل ان هي بتكون اوعيه دمويه ونخش في المضاعفات بسرعه. فاحنا اول ما بنوصل لمرحله ارتشاح بطريقه معينه او تكون اوعيه دمويه جديده اللي احنا خايفين منها يحصل منها نزيف، بنبتدي نحقن مواد داخل الشبكيه. كان اول ماده بتتحقن كانت الكورتيزون، وطبعا كان ليه المضاعفات بتاعته لما كانت بتتحقن دي، كانت بتعمل ارتفاع في ضغط العين، ممكن تعمل ميه زرقاء، ممكن تعمل ميه بيضاء. فحصل تطور كبير جدا في المواد بتتحقن داخل العين، بتبقى خاصه راحه للمواد السامه دي. في منها مواد بتقفل المستقبلات بتاعته الريسبتورز، بحيث ان هو لما يجي عشان يروح للمستقبلات عشان يبتدي يشتغل الاكشن بتاعه يبقى كان مش لاقي حته يمسك فيها. وفي مواد تانية بتبقى ضد الماده نفسها والايه والمستقبلات كمان. المواد دي بتتحقن بتقلل المواد السامه اللي موجوده، فبالتالي بتقلل الارتشاحات، بتقلل احتياج الشبكيه للاكسجين، بتقلل كمان تكون الاوعيه الدمويه، بتخليها تقفل لان خلاص ما بقتش ان انا محتاجها، فبالتالي امنع المضاعفات. دي اللي هو الحقن المواد داخل العين. طيب وصلنا لمرحله ان انا عملت كل ده ولقيت لسه برضو عمال يخش في الايه، في تطور، دخلت بقى في المضاعفات. يعني حصل نزيف داخل العين واخدت له علاجات دوائيه ومش عايز يروح. كنا زمان بنستنى لمده 3 شهور، ومع الابحاث لقينا ان طبعا النزيف لما يقعد فتره كبيره داخل العين، النزيف عباره عن كرات دم حمراء اللي هي بروتين وحديد. الحديد ده ماده سامه للشبكيه طبعا، كلمه واحده. فبالتالي ماده سامه لاي نسيج، لاي نسيج، بس هو للشبكيه بيدمر عليها تماما. فكان الاول كان كنا بننتظر عليه 3 شهور، ما خفش، نبتدي نتدخل جراحيا ونشيل النزيف اللي موجود. لقينا الشبكيه بعد كده بنلاقيها ضعفت، خلاياها ضعفت. دلوقتي بقيناش نستنى، هي شهر واحد اخذ علاجات لمده شهر، النزيف ما خفش، ابتدي ان انا اتدخل جراحيا. كان زمان الجراحات برضو كانت برضو مش دقيقه، او فتحات ميكروسكوبيه زي ما بنقول، اللي هي فتحه اللي هي تقريبا ما بشوفهاش بعين المجرد اطلاقا. بنخش بقالتين بالظبط ارفع من سن القلم الرصاص، وبنشفط النزيف اللي موجود، ونبتدي نتعامل لو الشبكيه فيها تليفات بنخش بقى في العمليه الاخرى، ان انا اشيل التليفات اللي موجوده، وابتدي على حسب اللي موجود اعمل ليزر داخلي، او لو في مثلا في اي قطع في الشبكيه او في اي حاجه ابتدي ان انا اتعامل معاه. ممكن ان انا بحقن مواد داخل الشبكيه عشان تقلل النزيف بعد كده، زي ماده السيليكون او غاز او كده، ده على اساس ان انا اقلل فرصه المضاعفات اللي ممكن تحصل بعديها. الجمله المخيفه بقى اللي انا قاعد منتبه ليك، انا قاعد متثبت تثبيته جامده كده ومنتبه جدا، بصراحه خايف بقلق انا، ولازم الناس تخاف، بنخاف سلم في الحته دي، بنخاف سلم. بس اللي هقوله دلوقتي او هسال فيه دلوقتي برضه يخوف قوي اكتر من اللي احنا قلناه. الكلمه اللي احنا بنسمع عنها وبره التخصص ده كله، في يعني ما يعرفش، انفصال الشبكي. انفصال الشبكي كلمه تقلق حتى الدكاتره اللي مش متخصصين. فانا عايز اعرف منك بقى يعني برضه الانفصال الشبكي ليه بيحصل، كيفيه حدوثه، ازاي نتعامل معاه، العيان هيشتكي من ايه، دي مهمه قوي. يعني احنا الحلقه من ضمن الحاجات المهمه فيها، عارف منين ان عنده مشاكل في الشبكيه، عارف منين ان عنده انفصال شبكي. تمام. هو طبعا الانفصال الشبكي ده لو احنا هنقسمه تقسيمه كبيره شويه، هو ليه 3 انواع. في النوع ان هو نتيجه قطع في الشبكيه، يعني حصل قطع في نسيج الشبكيه، فالسائل الداخلي اللي موجود اللي هو الجسم الزجاجي بيبتدي ان هو يخش السائل وراه، فيبتدي يحصل منه انفصال. او النوع الثاني اللي احنا شفناه اللي هو تليفات وشدت على الشبكيه، وبالتالي حصل فيه القطع، وبالتالي حصل الانفصال.
والنوع الثالث بقى اللي هو ارتشاح بس وخلف الشبكيه، ودي بتبقى امراض معينه من امراض المناعه او حاجات معينه خلت فيه ارتشاح ورا. زي ما احنا شايفين ان هو بيحصل قطع في الجدار الشبكيه. طب هو الانفصال الشبكي خطير ليه؟ ده المهم يعني. ما الشبكيه فيها دم اهو، في اوعيه دمويه، ايه المشكله يعني؟ احنا لسه قايلين دلوقتي ان الشبكيه هي جنين العين، بتتغذى من الجزء الاحمر اللي وراها ده اللي هو المشيمه اللي هو الكورويد ده، مشيمه العين. فلما افصلها يبقى انا كده مش وصل لها غذاء، او وصل لها بنسبه قليله جدا، فبالتالي خلايا تضعف، في خلايا هتموت 100%. كل لما اتدخل جراحيا بسرعه، علاج الاساسي ما فيش علاج ادويه، كل لما اتدخل بسرعه، كل ما ان انا احافظ على عدد الخلايا الحيه واللي هي اللي عايشه اسرع، والخلايا اللي ضعفت ترجع تاني تتغذى زي ما قلت، تشم نفسها وترجع تاني تقوى وتبتدي ان هي تشوف. فدول انواع الانفصال الشبكي الاساسي. الواحد بيلاحظ ايه؟ لو حصل انفصال كامل، مقوله العين نفسها انفصلت، لا العين غيمت تماما، فجاه ستاره نزلت على عيني، وده بيحصل كتير، وده بيحصل. في عوامل مساعده تخلي الانفصال بيحصل بسرعه شويه. اشهر حاجه فيها الخبطات، يعني واحد اتخبط كل خبطه تعمل انفصال؟ لا مش شرط. في علامات مع الخبطات تخلي الواحد لازم ينزل يفحص. فلاشات نور عماله كل شويه بتزيد، يعني احس كده ان كل شويه ضوء ليزر عمال ينور، تمام. وانا بحرك عيني احس ان مثلا في زي الستاره كده تروح وتيجي، تمام. ده ممكن يكون بدايه قطع خفيف، ممكن نلحقه بسرعه. الحاجه الثانيه بقى لو استنى خلاص، في جزء من مجال الرؤيه بتاعي مش موجود، انا شايف كده بس مش شايف كده، او شايف النص اللي فوق مش شايف النص اللي تحت، يبقى كده في جزء من مجال الرؤيه بتاعي ما بقاش موجود، بقى مغيم. زي ما احنا شايفين كده، جزء هتلاقيه مضلم والجزء الثاني ان انا قادر ان انا اشوفه اهو. بص حته ضلمت اهي، حته ضلمت والجزء الثاني، لو انا بقى سكت هيحصل انفصال تام وكله، يبقى انا مش شايف خالص والدنيا تضلم خالص بهذا الشكل كده، ده انفصال كامل ده، تمام. التعامل معاه، لو في خبطه لازم افحص قاع العين كويس، لان انا ممكن الحقه في مرحله القطع، لسه قطع وما حصلش فيه انفصال. ده يعني لما بنشوف الشخص في المرحله دي بنبقى مبسوطين جدا، ناقص بس ان احنا نشيله ونحافظ عليه كده لحد ما نوصل المركز او نوصل لجهاز الليزر ونروح عامل له الليزر بسرعه. بنعمل ايه؟ طبعا انا كل اللي خايف ان انا يحصل السائل يخش من جوه لورا الشبكيه يحصل منه انفصال، فبنيجي على حواف القطع اللي حصل ونعمل عليه الليزر صف والتاني او التالت على حسب حجمه وعلى حسب مكانه. طبعا لما يكون قطع تحت بعمل له مثلا صفين او كده، لما يكون قطع فوق ده اللي بيبقى قلقانين منه شويه، لان طبعا فوق ده يعني ممكن يحصل بسرعه الانفصال، بنحوطه بالليزر زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، ان احنا مش مهم عندي القطع نفسه، المهم عندي حواف الشبكيه اللي موجوده فين حوالين القطع، اعمل ليزر كاني بالظبط بلحمها، يبقى كده بامن اللي موجود. وغالبا بعد الليزر ده بنلاقي الفلاشات راحت خالص، يعني بنلاقي ان هو خلاص ما بقاش فيه فلاشات. طيب دخلنا في مرحله ان هو كسل شويه، او في الغيامه في حته كده بفلاشات وراح داعك عشان يشوف في ايه الموضوع والكلام ده كله، فممكن يحصل الانفصال ده، لازم بقى ايه؟ التدخل الجراحي. التدخل الجراحي طبعا كان بدايه من الاول ما كناش بنقدر ان احنا نخش الداخل يعني عشان نشتغل من الداخل، فكانت العمليات الاولانيه احنا بنشتغل من الخارج. الشبكيه فصلت عن جدار، فبنحاول نقرب الجدار ده للشبكيه. فكل اللي احنا بنعمله، انا في سائل موجود هنا، السائل ده ان احنا بيبقى فيه فتحه صغيره دقيقه جدا، يعني برضو اصغر من سرنجه الانسولين، بنشفط منها السائل اللي موجود الخارجي، بنشفطه خارجيا ونبتدي ان احنا نعمل كي خارجي بحيث ان انا الحم الشبكيه في المشيمه، وابتدي احط حاجه تضغطها من بره بحيث ان هي تقربها منها، زي ما احنا هنشوف دلوقتي ان هي اهو ده جهاز الكي، بكوي على الجدار من بره عشان الحم الاثنين من في بعض، ده كي بالتبريد بيلحمها، وابتدي احط عليها حاجه زي اسبونج كده من بره بحيث ان انا اقرب الجدار الصلب من الايه، من الشبكيه. مع التطور طبعا العمليات للشبكيه طبعا بدانا ان احنا نتدخل داخليا، وده بيدي نتائج افضل بكتير جدا. دي اللي هي العمليه الاولانيه، ان انا بقرب الجدار الخارجي للايه، للشبكيه. بكل الطرق، بكل الطرق بنحاول نقربها بحيث ان هم يلحموا، بحيث ان انا ايه، نبتدي الشخص يشوف كويس ومجال الرؤيه بتاعه يرجع تاني طبيعي.
طبعا العمليه الثانيه ان احنا بقينا ندخل من داخل العين ونبتدي نشيل الجسم الزجاجي بالتليفات اللي موجوده اللي كانت عامله القطع اللي في الشبكيه، وبعد كده بنحقن ماده داخل الشبكيه تفردها ونعمل ليزر عشان نلحم اللي موجود، ونحقن زي ما احنا شايفين كده في الاخر ماده سواء اذا كان غاز او سيليكون بحيث ان انا افرد الشبكيه تماما، وده بنسيبه فتره لحد ما نتاكد ان الشبكيه خلاص التئمت او لحمت مع الايه مع المشيمه. احنا كده بنشيل التليف اهو اللي موجود اللي كان شادد على الايه على القطع اللي هو عمل المشكله دي كلها، القطع الصغير ده شلنا التليف منها، تبتدي الدنيا ترجع، تبتدي ان احنا نعمل الليزر نحقن زيت السيليكون عشان ياخد تجويف العين من الداخل. الشبكيه حوار علمي يعني ممتع، انت امتعتني النهارده بهذا الحوار. يا ربنا يخليك. باسلوب راقي ورائع جدا اكاديمي من الطراز الرفيع. لكن قبل ما نمشي التيك هوم مسج اللي انت عايز تسيبها للناس بعد هذا الحوار التفصيلي جدا عن الشبكيه. طبعا مريض السكر مهم جدا المتابعه باستمرار. الحاجات اللي هو المفروض يلاحظها في البيت، الالوان مهمه جدا، حواف اللي هي المستقيمه لازم ياخد باله ما يشوفش الحاجه مايله ويفتكر ان دي مثلا شويه التهابات في العين. الفحص الدوري كل سنه لما يروح للطبيب، انا عايز اعمل فحص قاع العين، مفيش حاجه اسمها ان هو يبقى خايف من قطره التوسع ان هي هتزغلله لمده ساعتين ثلاثه بعديها، ودي يبقى يعني بتبقى حمل تقيل انا عارف، بس لا هو اللي يطلبها، هو اللي يطلبها، انا عايز اعمل فحص قاع العين اطمن على الشبكيه بتاعتي. طبعا متابعه السكر مع مريض مع طبيب الغدد الصماء والسكر مهم جدا، بحيث ان هو يديله العلاجات المناسبه. المالتي فيتامينز دي مهمه جدا جدا جدا. البي 12 لازم يتاخد بانتظام، الفوليك اسيد لازم، والسيلينيوم والزنك دول مهمين جدا. والزنك ده مهم قوي جدا. تنورتني واسعدتني. افضل مشهد او واحد من افضل المشاهد اللي عبرت باداء تمثيلي رائع عن تاثر البصر، أداء العبقري الله يرحمه محمد شرف. محمد شرف شرف من الناس العبقره في التمثيل اللي ما خدش حقه في فيلم كان مشهور جدا جدا، هو فيلم اسف للازعاج مع العبقري الاخر ربنا يديله العمر احمد حلمي. قال له قول لي انت قول لي حاجه تخليني اعيط، فبدا يتكلم من قلبه، يعني هو كان بيتكلم من قلبه فعلا. وطبعا شرف يعني له تاريخ طويل مع الحالات المرضيه ربنا يرحمه ويحسن اليه، فبدا يتكلم على فقد الابصار. قال له ان الدنيا بدات تضلم بشويه بشويه، ما معناه يعني مش فاكر المشهد بالظبط، بس قال له جمله في الاخر، قال له لغايه لما بقت الدنيا اوديو، قلبت اذاعه بقت اوديو. طبعا تعبير انساني يخليك تتعيط، مفيش حد بيشوف المشهد ده باداء شرف الا ما يعيط. هو نفس الكلمه دي اللي الناس بتيجي تقولها، اللي هو بيبقى مكسل في متابعه السكر ومكسر حتى في متابعه عينه. بيجي لنا كتير بهذا الشكل، فمش عايزين الناس تكسر في النقطه دي بالذات. وعلى فكره الناس دي افضل الناس، يعني الناس دي افضل الناس على الاطلاق. انا شفت ناس من دي فعلا انسانيا بيبقوا ناس في حته تانية خالص، والدنيا بالنسبه لهم شيء مختلف تماما تماما. معلش لازم نفهم الطب النهارده، انا عارف ان الحلقه قويه بس حلقه مهمه قوي، وحلقه تخص كل ابن ليه اب عن سكر، كل بنت ليها ام عندها سكر او اخت عندها، لازم تنتبه لهذه الامور. انت نورتني واسعدتني وكالعاده ابهرتني، وجودك معانا اضافه عظيمه لينا، واضافه تخلينا نقول بكل دقه الدكتور هو في منطقه اخرى من الشرح العلمي، منطقه من الشرح العلمي ليها قيمه مهمه جدا في وسط عالم من الفوضى. انا شايف عالم من الفوضى، عالم كبير جدا من الفوضى. يمكن العيون يعني الحمد لله مش يعني صعب قوي ان حد يفتي في مجالكم، او حد يعني الانتيريور فيكم او الدخلاء بينكم يعني هيبقوا صعبين قوي صراحه يعني، لكن في برانشات الطب الثانيه لا، انت حدث ولا حرج. السوشيال ميديا دي كارثه، السوشيال ميديا دي كارثه كارثه. في ناس جهله بتتكلم ولا ليه علاقه بالطب من قريب ولا بعيد، وفي ناس بنسميها احنا قامات قزمه، يعني مع احترامي طبعا للتعبير بس ده تعبير ادبي اقصد بيه، ولا حاجه ولا يعرفوا حاجه عن اي حاجه، حاجه معلومات ضئيله جدا، وبيتكلموا كانهم يعني حاجه محدش بيقول لحد حاجه في السوشيال ميديا، اي حد قاعد بيتكلم محدش لا بيقيم ولا حد بيتابع ولا حد بيقول اي حاجه خالص. احنا في وسط هذه العتمه الحمد لله ربنا من علينا بانه افاضل الناس موجوده معانا،
قيمة علمية كبيرة واسم كبير في هذا العالم، عالم العيون، الأستاذ الدكتور أحمد جمعة المهدي، أستاذ طب وجراحة العيون، الأستاذ بكلية الطب استشاري طب وجراحة العيون، ونائب مدير مستشفى عام، نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي. هذا الصرح أرجع تاني وأقول هذا صرح عظيم في عظماء مستشفى الحسين الجامعي، برضو من الصروح العظيمة المظلومة إعلامية، محدش بيتكلم على هذا الصرح كتير، زيه زي قصر عيني زي عين شمس، الثلاث حاجات دول مظلومين خالص. أبو الريش مظلومة تماما. نورت يا دكتور، الله يخليك، خليكوا دايما مع دكتور. أهلا بكم في واحدة من أرقى حلقاتنا وأكثرها جاذبية وشعبية وأهمية عند المستمع والمشاهد العربي. عندما تتحدث عن الشريان التاجي، تتحدث عن الذبحة الصدرية، أنت بتتكلم عن واحدة من أهم التوبيك العلمية اللي المشاهدين في العالم كله بيستمع ليها وبيركز فيها جدا، وواحدة من أكثر الحالات المرضية انتشارا في البيوت العربية والمصرية. النهاردة حوار مهم للغاية، وطبعا مع ضيف مهم للغاية، واحد من المتميزين جدا، يعني مميزين للغاية، وطبعا حوار مع فرد مهم من أفراد عائلة توصف بالعبقرية بلا شك. النهاردة سعادة غامرة، أكاديمي من طراز رفيع، وما شاء الله يد ماهرة جدا في عالم القلب، في عالم الحالات الحرجة، في عالم التدخلات الخاصة بالشرايين التاجية. ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز جدا في هذا المجال، وزي ما قلت واحد من أفراد عائلة عبقرية بجد، عائلة بنفخر بيها طبعا في الحالات الحرجة وطب الحالات الحرجة. ضيف العزيز، الاسم المتميز طبعا، العيلة المتميز. أهلا بك يا دكتور حمد. أهلا سعادة دكتور أيمن، سعيد جدا بهذا، شرف لي حضرتك، وما شاء الله على العمل ويعني التدخلات والتقدم في عالم التدخلات الخاصة بالشرايين التاجية، أنا بحييك عليها. ربنا يخليك. أنا عايز أبدأ بالموضوع، أنت عارف يعني لما نجيب سيرة الشرايين التاجي إحنا بنتكلم على واحد من أكثر مواضيع جاذبية على المستوى المصري. طبعًا. فهنبدأ نشرح بشكل أكاديمي، إن إحنا هنبدأ نفهم الناس إيه هو الشرايين التاجي. الناس فاهمة إن هو شريان واحد، هو أكثر من شريان، هما شريان واحد بس بنقسم، هنشرحه. مين الأهم، أهميته هو إيه، قيمة فهم التشريح الخاص بالشريان التاجي. هو حضرتك، هو الشريان التاجي سمي تاجي لأن هو تاج فوق القلب، يعني هو بالإنجليزي اسمه الكورونري أرتريز، كورونا باللاتيني معناها التاج. فهو عبارة عن، لو هنتخيل إن القلب ده سطح، فهي الشرايين دي ماشيه فوق سطح هذا القلب. بينقسم الشريان التاجي الى 4 شرايين رئيسيه، شريان جذعي بينقسم، يدي شريان امامي رئيسي وشريان جانبي وفي شريان خلفي، هم دول الاربع شرايين الرئيسيه اللي مسؤوله عن غذاء عضله القلب، وده اهم شريان في الجسم بلا منازع، وده اللي يعني كل دقيقه في اصابته بتفرق وكل لحظه بتفرق تمام. ومن هنا أهمية الموضوع، من هنا أهمية التدخل اللي حضرتك أشرت إليه. وهو شريان لا يحتمل الـ يعني الهزل فيه، بمعنى أن أعراضه يجب أن تؤخذ بمحمل الجدية الصارمة. ومن هنا أهمية الوعي الطبي، وأهمية أن الناس تبقى عارفة إيه هو، يعني إيه واحد عنده قصور شريان تاجي، وده بيحس بإيه، وبيحصل إمتى، وإيه هي عوامل الخطورة بتاعته. هو ده أهمية هذا. يعني ايه كلمة قصور في الشريان التاجي؟ هو قصور الشريان، وقصور دي جاية بالصاد، قصور يعني عشان بس ما حدش يقول لك كسور، قصور. وكلمة قصور باللغة العربية لها معنى مهم نفهمه دلوقتي. طبعا، هو قصور الشريان معناها ان الشريان لا يقوم بوظيفته كما يجب ان يكون، بسبب ان في ضيق، في مانع تدفق الدم بشكله الطبيعي. يعني دايما المثال اللي بيضرب بيه مثال بسيط جدا، زي لو هي عندك ماسورة مية معينة بتغذي حوض زرع، لو الماسورة دي مفترض يبقى لها قطر معين، لو القطر ده نقص بشكل معين، نقص 30% عن مقدره الطبيعي، نقص 40%، نقص 60-70% تمام، اكيد الدم او اكيد السائل اللي ماشي فيه مش هيمشي بشكله الطبيعي. هو ده قصور الشريان. قصور الشريان اي ضيق في هذا الشريان بما لا يسمح لهذا الشريان ان يقوم بوظيفته بشكل طبيعي. ايه هي وظيفته؟ وظيفته هو تغذيه عضله القلب. ده معنى كلمه قصور الشريان. الاسباب والعوامل تمام، هو مفيش سبب
يعني ما فيش حد حضرتك تقدر تحلف عليه تقول هو ده السبب اللي يعمل هذا الكلام. عشان كده قلت عوامل بالظبط كده. هو المريض عوامل خطوره متعدده. يعني ايه؟ يعني الموضوع يختلف شكلا وموضوعا لما واحد عنده 20 سنه او حاجه و20 سنه ورياضي وبيشتكي من شكوى ونفس هذه الشكوى بنفس هذه المواصفات بيشتكي منها واحد تاني فوق ال 50 سنه وعنده كذا عامل خطوره. طب ايه هي عوامل الخطوره؟ أول عامل خطورة هو التاريخ الوراثي في الأسرة، هل هو موجود أم غير موجود؟ هل الأسرة دي معروف إنها عندها عوامل، يعني تلاقي الأب والأم الإخوات العمام الخلان حصل لهم مشاكل قبل كده في الشرايين، يقول لك أه ده أنا خالي عامل قسطرتين وعمي مركب ثلاث دعامات، دي نقطة في منتهى الأهمية ودي هتتعرف من التاريخ المرضي للمريض. التدخين ثم التدخين ثم التدخين. وده يعني من اشد عوامل الخطوره اللي دايما بيبقى عليها ستريس شديد جدا. ليه؟ لان هو عامل يسهل تعديله. هو اللي عنده تاريخ وراثي في الاسره ده هيقدر يعدل العامل ده ازاي؟ هيتبرى من عيلته يعني. مش منطق. انما اللي بيدخن يقدر يبطل تدخين. وبعدين التدخين للاسف فيه معتقدات سيئه جدا، يقول لك انا بطلت سجاير وبقيت بشرب شيشه. انت يعني رحت المصيبه اكبر، يعني حجر الشيشه ده بيدي كم سيجاره؟ كان في دراسه اتعملت بيقول لك يساوي 40 سيجاره تقريبا يعني. فطبعا التدخين ده عامل تاني، الضغط، السكر، والسكر ده عالم لوحده في دنيا تانية خالص. ليه بقى؟ لان السكر زي ما بيعمل التهاب اطراف اعصاب اليد والتهاب اطراف اعصاب القدم، حاجه اللي معروفه، بيعمل التهاب اطراف اعصاب الصدر. فيبتدي ممكن المريض اصلا تبقى اعراضه بسيطه جدا، او ممكن ما يكونش بيجي له اعراض خالص. ممكن يبقى ما عندوش وجع في صدره نهائي، يعني بنقول عليه سايلنت تشست بين، يعني الالم الصدر الصامت. ليه؟ لانه عنده التهاب في اطراف الاعصاب، زي ما بيحسش بصوابع ايده ما بيحسش بالاعصاب اللي في صدره. الرجال عرضه اكثر من السيدات، السن طبعا فوق 55 سنه بيبقى عرضه اكثر. كل دي عوامل الخطوره وعوامل في منتهى الاهميه ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا اهميه شكل الشكوى اللي بيختلف من واحد لواحد. زي ما بقول لحضرتك، انا بقولش ان الشباب ما فيهمش نسبه اصابه بالقصور، فيه موجوده، بس انما بلا شك بلا شك عوامل الخطوره دي لما تتوافر في شخص شكوته بتؤخذ بشكل يختلف تماما عن حد اصغر منه. وللاسف حاليا بقى نسبه قصور الشرايين في الشباب عاليه جدا، وحضرتك طبعا عارف السبب، التدخين. لان كل ما التدخين يزيد كل ما بقت الفرصه للاصابه اعلى بكتير جدا. فالتدخين موجود في الشباب، بالتالي يبقى نسبة وجود القصور أعلى بكتير جدا. يعني أنا كتير جدا أقول لمريض إيه بقى حاسس إنه حاجة و30 سنة، أقول له أنت محتاج تعمل كذا ومحتاج، يقول لي بس أنا سني صغير. أقول له بس أنت مدخن، كونك مدخن ده يضعك تحت المساءلة القانونية في أمراض القلب، يعني نقلك إلى كاتيجوري تاني سيء. بالظبط، نقلك إلى منطقة أكبر من سنك بكتير. احكي لنا الأعراض، قصة الأعراض. الأعراض أصلها شكل سينمائي. هي الأعراض تختلف على حسب نوع المريض. يعني إيه؟ يعني تعالى حضرتك نقول مريض قصور الشريان ده هنقسمه لفرعين رئيسيين، في مريض مستقر ومريض غير مستقر. تمام. طيب يعني إيه مريض مستقر؟ يعني يقول لحضرتك والله أنا بمشي يا دكتور بطلع ثلاث سلمات، في السلمة الرابعة بنهج. هو عارف وجعه. طب وايه اللي بيحصل؟ لك بيجي لي وجع في الجنب الشمال، بيسمع في كتفي الشمال ويروح نازل على دراعي، واول ما اقعد دقيقه بيروح. كل مره كده، كل مره كده ما بتتغيرش. ده مريض ثابت بنسميه ستيبل. تمام. يختلف بقى شكلا وموضوعا عن عيان تاني يقول لك ايه ده انا كنت الاول بنهج او بيجي لي الوجع بعد ما اطلع اول بسطه في السلم، انما دلوقتي ده ما بقى اول سلمتين، موضوع زاد. كنت بمشي 100 متر ما بقتش بقدر امشي يعني 10 متر. ده اسمه انستيبل، ده معناه ان في مشكله، في حاجه بتحصل جوه. وطبعا الموضوع بيختلف شكلا وموضوعا من شخص لشخص تماما. يعني انا فاكر كويس جدا جدا، يعني وانا الكلام ده من ممكن 5 سنين ولا حاجه، يعني بدون ذكر اسم حد من كبار رجال الجيش، ربنا يديله العمر، كان 83 سنه ساعتها وكان حد في الصعقه وقوي جدا. فكنت بتكلم معاه فبيقول لي انا عندي مشكله ان انا بنهج. قلت له حضرتك بتبتدي تنهج بعد قد ايه؟ قال لي بعد اول 3 كيلو مشي. هو 83 سنه
ربنا يديله الصحه. هو واخد لا اصله بالنسبه هو بالظبط كده 3 كيلو بالزبط. ايه ده كان بينهج بعد 10 كيلو. ما انا لازم احرج بقى ايه. فبقول له يا فندم ده مقبول يعني، بقول على استحياء يعني انا مش عايز اضايقه. قال لي مقبول ازاي يا دكتور؟ ده انا في سنه 67 رجع من سنة من العريش ولا من رفح للعريش جري يعني بما هو معناه. فانت متخيل حضرتك فرق يعني كل واحد شايف اعراضه من انهي زاويه. ما هي بتفرق مثلا الناس اللي واحد مدير طول عمره شغال مدير شركه مش عارف ايه بيقعد على مكاتب طول عمره صحيح. يفرق عن اللي شغال بنا طبعا. انا شفت الناس دول بيطلعوا على السقاله للدور مثلا العاشر بشايل الشكاره رايح جاي صحيح. رايح جاي ده هيشتكي لو جاله شرطه بس هيجي لو اشتكى يعني هيشتكي مثلا في الدور الثالث. التاني ده هيشتكي بعد الامضة الثالثه. ده حقيقي. امضى امضى ده حقيقي. هو بيحسب يعني جهده بالامضى يقول لك انا مضيت كتير يلا ايدي خلاص تعبت. اللي هو ده شغله. هي تبقى القضيه في تفريق المريض. هل ده مريض حالته مستقره ام غير مستقر؟ خليني اقول لحضرتك بشكل تاني، المريض حالته مستقره ده اللي احنا بنشوفه في العياده. دول مرضى العيادات اللي هو راجل واخد ميعاد في عياده وجاي في ميعاد مناسب ليه وجاي معاه حد من اسرته جاي يناقش اعراضه جاي يتكلم ويستشير الطبيب. بينما المريض التاني هو غالبا مريض الطوارئ. طوارئ المريض اللي راح على الطوارئ راح على الرعايه بتاع الساعه 6 الصبح. ايوه بالظبط كده. ده مريض هو اللي راح مش هو يعني ما اخدش فرصه الاختيار عاده. وبرده هذا المريض الذي هو في وضع غير مستقر بيتقسم نوعين تانيين. في نوع ممكن يعمل قسطره ويعمل التدخل بتاعه خلال فتره خلال ايام، بينما ان في مريض لازم يخش القسطره دلوقتي حالا، وبيبقى الجولدن تايم بتاعه اللي هو بنسميه يعني الوقت الذهبي في الموضوع خلال اول 90 دقيقه من حدوث الاعراض. ده مريض الذبحه الصدريه الحاده، وده مريض يعني غالي جدا 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 جدا. ليه غالي جدا وليه ده مريض مهم جدا؟ لسبب بسيط، ان المريض ده لو اتلحق في الوقت ده الراجل ده هيرجع يعيش حياته طبيعي جدا جدا بلا ادنى مشكله بلا اي حاجه خالص. هيخش هيعمل قسطره هيركب دعامه هيبقى مجرد التعليمات له شويه ادويه هيبقى ماشي عليها. بينما هذا الرجل او هذه السيدة لو ما تلحقش في الوقت اللي المفروض يتلحق بيه وارد جدا ان يحصل حاجه اسمها ضعف في عضله القلب، والراجل ده يعيش بقيه عمره كله بما يسمى في هبوط في عضله القلب. التركيز ياتي بالكلام لشباب الاطباء عندما تكون عندك المعلومات كامله وبذاكر كويس جدا وشايف الاثنين قدامك، العين تبحث عما تجده او تجد ما تبحث عنه، كذلك العقل لازم يصل الى ما يكون امامه. لازم وانت بتبص المريض ما يغركش بقى ان المريض ده شاب، لان ياما شفنا ناس دخلت بتشتكي من الم هنا فقلت له لا تلاقيك واكل الحاجه بس عامل لك التهاب في فم المعده وبتاع، وده انفيرو انفاركشن. ودي قصه في اعلامي شهير حصلت له القصه دي. هو راح بذبحه صدريه في مستشفى كبيره جدا وقالوا له ده التهاب في المعده. هو ايه فكره ان هي الانفيرور انفاركشن اللي هي الجلطه في جدار القلب السفلي، ان هو القلب اهو نايم على الحجاب الحاجز تمام. فاي الجلطه دي لما هتحصل هتعمل التهاب في العضله، التهاب بقى هينتقل للحجاب الحاجز. بطبيعه الحال تفتكر ان هو الموضوع ايه؟ معده، والالتهاب واضح وصري. وهي دي كتير، دي اتشافت كتير. لازم هتقيس له الضغط هتلاقيه واطي رقم واحد، رقم اثنين هتلاقي لان السيستوليك هيقل مع الانفاركشن طبعا، وهتلاقي تغيرات باينه في الرسم القلب والانزيمات بتاعت القلب خلاص طبعا. بس هي بتبقى دايما الموضوع برضو يا فندم بيحتاج متابعه. يعني ايه؟ يعني بنقول عين لازم نعمل رسم قلب وانزيمات دلوقتي وممكن ده يبقى نورمال اول واحد، بس لازم نعيدها بعد 8 ساعات، والصح تتعاد كمان مره بعد 8 ساعات. ومن هنا فكره ان العين ده محتاج يبقى تحت الملاحظه لفتره معينه. التشخيص بقى هنا نحكي قصته، التشخيص ده في قصه برضه. طبعا التشخيص برضه لازم نرجع للنقطه اللي قبليها. احنا واقفين فين؟ احنا زي ما قلنا اجمالا يعني اللي كنت لسه بتكلم فيه حضرتك، اول حاجه عوامل الخطوره اللي عند المريض. طيب عرفنا عوامل الخطوره بتاعته وكتبناها وتمام. طيب هل هذا المريض مستقر ام غير مستقر؟ طيب لو مستقر يبقى نعمل الاختبارات اللي تسمح ان احنا عايزين نشوفه في حاله المجهود. يعني ايه في حاله المجهود؟ يعني دايما القلب يتفضح في المجهود مش في الراحه. يقول لك يعني نادر قوي ان واحد يقول لك انا كنت نايم وقمت صحيت على وجع في صدري، ده مش وجع قلب، صعب
ليه؟ لان في وقت النوم القلب اصلا في راحه تامه. صعب جدا ان هذا الكلام ممكن احتماليه واحده لو عنده حاله تجلط عاليه مش بس بس مش هو ده الكومن يعني احنا بنتكلم على الحاجه الشائعه والحاجه المنتشره. فلو هو هذا المريض ده غالبا بيشتكي في لحظه المجهود تمام، فبالتالي محتاجين نعمل له اختبار بالمجهود. يعني المجهود ده يشمل المجهود النفسي، المجهود ده يعني التوتر، الخناقه التوتريه طبعا تعتبر مجهود طبعا الخناقه، الاسترس، العلاقه الجنسيه شكل من اشكال المجهود دي حاجه مهمه جدا جدا. الناس ممكن تتكسف تسال عليها بس ده حاجه مهمه جدا. هل في وقت العلاقه الجنسيه هل بيحصل حاجه وجع في صدرك؟ الكلام دي كلمه في منتهى الاهميه. والمشكله ان هي ما يقدرش يعني ساعات يتكسف يقف. ما انا بقول لك مع ان هي اتس ا كايند اوف ستريس، يعني هو نوع من انواع الاسترس. ف الأهم إن إحنا دلوقتي لو ده راجل مستقر وجاي بيكشف في العيادة، طيب هنعمل اختبار بالمجهود. اختبارات اللي بالمجهود يا إما رسم قلب بالمجهود، يا إما موجات صوتية على القلب بالمجهود، يا إما مسح ذري على عضلة القلب بالمجهود، يا إما حاجة اسمها رنين على القلب بالمجهود، بس ده بيتعملش في مصر يعني مش شائع في مصر. هم الثلاثة الأولانيين دول هم اللي شائعين جدا في مصر. فكرتهم إيه؟ ثلاث اختبارات. فكرتهم بكل بساطة إن أنا بشوف عضلة القلب قبل المجهود عاملة إزاي، واثناء المجهود عامله ازاي، وبعد المجهود عامله ازاي. الطبيعي ان هي تبقى وضعها في المجهود زي بعد المجهود. يعني دايما المثال اللي بقوله مثلا في الموجات الصوتيه على القلب بالمجهود، لو القلب ده زي صوابع ايدي الخمسه، الطبيعي ان الخمس صوابع بيتحركوا. طب هما بيتحركوا كده في الراحه، هحط الجهاز هبص هلاقي الخمس صوابع بيتحركوا وبينقبضوا. طيب اديت دواء سرعت سرعه القلب، فكان القلب ماله في حاله مجهود ساعتها، ورحت حطيت الجهاز تاني لقيت بدل ما الخمس صوابع بيتحركوا بقوا ثلاثه. ده معناه ان في صباعين او في جزء بقى من نقلب الكلام للقلب، بقى في جزء من عضله القلب ما بينقبضش بشكل الطبيعي. هنا نقف بقى ونبتدي نشك ان الدم اللي واصل لهذه العضله غير كافي، فيبقى خطوتنا اللي بعد كده محتاجين نشوفها، نشوف هذا الشريان اللي بيغذي هذه العضله وضعه عامل ازاي. ده كل ده تحت بند مريض مستقر. طب لو مريض مش مستقر، مفيش منطق ابدا يقول ان انا يبقى واحد جاي عنده وجع في صدره اقول له تعالى نعمل لك اختبار بالمجهود، ده تهريج، ده عبث، يعني هنموته بالظبط كده. اه والله. امال مين بقى اللي بيحكم هنا؟ وياما ياما ناس جالهم اتاك عنيفه على وقت الاختبار. وقت الاختبار طبعا، ما في مورتاليتي ريت طبعا كام في يعني. ودايما يعني الاساتذه الكبار وذوي الخبره ممكن لك من غير ما اعمل اختبار بالمجهود خالص، انا هيعمل قسطرة على طول وتطلع الأسطرة فيها مشكله. بس دي طبعا يعني ده خبره بشكل معين. احنا بنتكلم باي ذا بوك، هو اللي انا بقوله حضرتك. بس انما طبعا في مرضى انت لاقيه عنده كم عوامل خطوره ومركب 3 4 دعامات قبل كده وبيشتكي من وجع، هو المريض وصفه تيبيكال، هو وصفه هو يعني بيبقى المريض نفسه طالما مركب دعامات وماشي الطريق قبل كده بيبقى حافظ. انا هقول لحضرتك على كلمه كان بيقولها لي استاذي في امريكا البروجرام دايركتور بتاعي هناك، كان يقول لي العيان اساله قول له الوجع اللي بيجي لك شبه اللي كان بيجي لك قبل ما تركب الدعامات ولا لا؟ لو قال لك اه، هو عارف وجعه اكتر منك. اه بالظبط، لان كل وجع ليه شكل معين وهيئه معينه، وهذا المريض يعني خلاص اعترك هذه المعركه مئات المرات فهو عارف وجعه. فلو قال لك انا الوجع اللي بيجي لي شبه اللي كان بيجي لي قبل ما اركب دعامه، ولا تعمل له اختبار بالمجهود ولا تعمل له حاجه خالص، ده اولى بيه انه يعمل القسطره مباشره. بس هذا الكلام زي ما بقول لحضرتك ايه، دي عوامل الخبره، يعني ده يعني الخبره هي اللي بتتكلم في هذا الامر. فده في المريض المستقر. طب لو هو مريض غير مستقر، لا، اللي بيحكمنا حاجتين، انزيمات القلب ورسم القلب، هي دي الاختبارات اللي موجوده ساعتها. طلعت ايجابيه، طلع فيهم حاجه، ساعتها بنروح للخطوه برضو اللي بعديها اللي هي الايه؟ القسطره. الشرايين عشان نشوفها ليها شكلين، في نوعين من الفحوصات هو اللي نقدر نشوفها بيه. الفحص الاولاني هو القسطره، وده ما يسمى بالجولد ستاندرد. القسطره كفحص ما فيهوش نسبه خطا. ليه؟ لان انا جوه الشريان وبصور الشريان، والعيان نايم فوقيه كاميرا الاشعه، كاميرا الاشعه دي بتتحرك في كذا اتجاه وفي كل الاتجاهات، فاحنا بنشوف الشريان من كل زوايا، ما فيهاش نسبه ان حاجه ما اتشافتش الا ان الدكتور مش شايفه. بس دي الغلطه اللي ممكن يعني الغلطه اللي تقف في القسطره، مش في الفحص نفسه، في الطبيب. بينما الاختبار الاخر هو الاشعه المقطعيه على الشرايين التاجيه، هي فكرتها ان العين برضو بياخد صبغه نصور هذه الشرايين ونشوف وضعها بالاشعه المقطعيه. بس هذا الاختبار فيه نسبه خطا، مش زيه زي القسطره طبعا. ايهما هنروح لانهي، هنروح لمين؟ كل مريض له حاله مختلفه وكل مريض له وضع. الاشعه المقطعيه خطاها في الاثبات ولا في النفي؟ يعني
لو انا مثلا عملت اشعه مقطعيه طالما انا شايف في ليجن اكيد هيبقى موجود في ليجن ولا ممكن يخدعني؟ لا يخدع. يخدع بمعنى هقول لحضرتك احنا عشان نعتبر الضيق ده له اهميه يجب ان يتجاوز هذا الضيق فوق 50% عدد. يعني ايه؟ يعني قطر الشريان يقل 50%. طيب الاشعه ممكن تيجي تقول لحضرتك والله انا شايف الضيق ده 30% بس حقيقته يبقى 60 او يبقى 70 او حقيقته يبقى 10. تمام. الاشعه دي الفحص ده عنده مشكله كبيره جدا لو في تكلسات. يعني ايه تكلسات؟ كالسيوم موجود حوالين الشريان فيجي يصور الكاميرا بتصور من هنا والشريان هنا والكالسيوم موجود بس بره الشريان بس هو مش هيعرف يجيبه. هو مش هيعرف يجيب الشريان. هيتخيل او ممكن الكاميرا تطلع ان الاشعه ان الكالسيوم ده هو ما يبقاش عارف هل هو جوه الشريان ولا دي حاجه من بره اصلا. ودي بتبقى دايما مشكله كبار السن مع هذا الفحص من الاشعه. مشكله برضو الفحص ده انا والله مش ضده هو فحص كويس جدا وفي ناس بتحب قوي لانه انفيسيف بالظبط. انا اقول لك هي دي ميزته الكبيره بصراحه. بس دايما برضو مشكله تانية ان هو يجب ان تكون سرعه ضربات القلب بطيئه عشان الصور تطلع كويسه. فالمريض عاده سرعه ضربات قلبه ما بتبقاش بطيئه. فكتير جدا نقول للعين طب امشي على الدواء الفلاني 3 4 ايام وبعديها روح اعمل هذا الفحص. ميزته ان هو ما فيهوش تدخل. بس عيبه انك تقول للعين وانت بتعمله انت مهيئ ان لو طلع في حاجه انت لازم هتروح برضه تعمل قسطره. انت هتروح لها. فكره القسطره فكره بسيطه جدا 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 ان احنا بنخش الشريان سواء من الايد او من اعلى الفخذ. بقى دي ليها الايد بقى ليها مميزات اكتر نسبيا من الفخذ وان كان ده موجود وده موجود وده مطلوب وده مطلوب. يعني اي طبيب عليه انه يتقن الحرفتين. بنخش سواء من هنا او من هنا العين ما بيحسش بحاجه غير هي مجرد شكه الابره بالبنج الموضعي. مجرد ما مدخل القسطره اتحط هو خلاص ما بقاش حاسس باي حاجه تانية. بنخش بالقسطره بتاعتنا بيبقى طرفها يعني تحت ايد الطبيب على ترابيزه القسطره والطرف الثاني جوه الشريان. نبتدي نحقن الصبغه ونصور الشرايين دي في كل اتجاهاتها. احنا كده عملنا ما يسمى بالقسطره التشخيصيه. بعد ما عملنا هذه القسطره التشخيصيه طلعنا باحتمال من 3 للمريض. نقول له اما ان احنا نكتفي الحراك بالعلاج الدوائي، اما ان احنا حراك محتاج دعامات ومحتاج توسيع زي ما هي باينه في السكرين، اما ان حراك محتاج جراحه قلب مفتوح. مين المريض اللي محتاج دي ومحتاج دي ومحتاج دي؟ مريض العلاج الدوائي هو اللي مريض ممكن يبقى عنده دي او 2 او 3 بس لم يتجاوزوا الشكل المطلوب. يعني ايه؟ يعني ما عداش 50%. تمام؟ وبسيط 30 40. نقول والله نمشي على العلاج الدوائي لان في الاخر 30 40% ده معناه ايه؟ معناه انه ممكن بالعلاج وبالكوليسترول بادويه الكوليسترول وبشويه تعليمات هنتكلم فيها كفيله ان هي تحسن هذا الكلام. طب مين هو المريض الثاني اللي محتاج دعامات؟ ده مريض اللي هو عنده دي فوق ال 50 او 60% ومش متطلب عدد كبير من الدعامات. وهنحط 100 خط تحت الكلمه دي. يعني ايه مش مطلوب؟ يعني عنده ضيق في شريان واحد. احنا قلنا في الاول حلقه ان احنا عندنا 4 شرايين رئيسيه بعيدا عن الشريان الجذعي. لو بنتكلم في الشريان الامامي الجانبي الخلفي والله عنده ضيق في واحد فيهم في 2 المريض هيحتاج دعامه 2 بس. ما فيش منطق بيقول ان المريض هياخد 7 8 9 دعامات. يعني ده مش منطقي. سعدت جدا بهذا اللقاء الممتع باسلوبك الجميل. ربنا يخليك. للغايه اللي فيه تفاصيل رائعه اللي فيه باشن رائعه جدا وشرح تفصيلي واستمتعنا باسم متميز للغايه واحد من الاسماء البارزه في عالم القسطره وطبعا فرد لا يعني جزء هام جدا من عائله عبقريه بنسعد بها دائما. ضيفي العزيز القمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور حاتم موافي مدرس طب الحالات الحرجه بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره الاسم الكبير. وطبعا يعني لا نخفي انه الدكتور حاتم هو نجل الاستاذ دكتور حسام موافي استاذنا واستاذ الكل. والحقيقه يعني اسلوبك مميز مغلف بس ليك مدرسه لوحدك. يعني يعني اسلوبك مغلف. بحاول نقلد الدكتور حسام في اي حاجه بس على الله ما هنتسئل احنا في الحلقه. بس ما شاء الله يعني شغل القسطره معاك يعني رائع جدا. ربنا يخليك. مميز. فرصه سعيده جدا. نورتنا دكتور حاتم وشرفنا جدا. الله يخليك. خليكوا دايما مع دكتور. الممثلة الجميلة الفنانة الجميلة داليا البحيري عملت مشهد مهم قوي من الحياة.
صحيح انه اكسجريتد، يعني طبعا الناس هتقول لي ايه هو ممكن حد يعمل الكارثه دي؟ هسال ضيفي العزيز ممكن نوصل للمرحله دي ولا لا، شاف حاجات زي دي للدرجه دي ولا لا؟ لكن في حاجات قريبه من كده، مش قريبه يعني للدرجه دي، لكن حاجات انت تشوفها تشوفيها او انت تشوفها يعني تتخض. هو ده التجميل؟ هو ده تجميل الاسنان اللي بيقولوا عليه؟ يا خبر ابيض، ايه الضب ده؟ طبعا هنا عاملين ضب قوي عشان يوريك انه الغلط بيعمل ازاي وبيعمل كارثه عامله ازاي. وطبعا يعني ما فيش في الاسنان فكره ان انت بتاخد الاسنان وتروح ومتغطي وبتاع وتروح وتكشف، هي مش تجميل وش يعني، ويوم شيل الشاش من على الوش هنشوف النتيجه، لا ما فيش كده. لكن ده ممكن يحصل في الحياه؟ ده سؤالي الأول، هل ممكن أخطاء تحصل بالشكل القريب من ده؟ هيكون هذا سؤالي الأول في عالم تجميل الأسنان مع ضيفي العزيز. الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا بأن أنا النهاردة هيكون معايا واحد من الكبار في هذا المجال، واحد من المبدعين اللي أثروا الحياة الطبية الخاصة بعالم طب الأسنان في مصر والوطن العربي، ساهم بشكل كبير في بناء مؤسسة رائع جدا، وأيضا بشكل رائع في السياحة العلاجية الخاصة بهذا البرانش الذي أعتقد إن إحنا مش بننافس فيه بقى دلوقتي، إن إحنا أصبحنا أصحاب الريادة فيه، وأصبح الآخرون يلجؤون إلى منافستنا في عالم طب الأسنان. اسم متميز قدير أستاذ دكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان. تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان. دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده اجراء مهم جدا، ده حاجه في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى، أهلا بك يا دكتور نور. دكتورنا وحشني. وحشني جدا. منور جداً الدكتور جدا ضرورك. أنا عايز أسألك بقى بجد، هل ممكن واحدة تجيلك أو واحد يجيلك جاي من تجميل أسنان بشكل قريب من ده؟ طبعا مش بالشكل ده، الشكل ده بتاعي كوميدي قوي يعني. تمام. بيحصل طبعا أخطاء كتير لو ما اتجهتش في الاتجاه السليم زي ما أنت قلت. لازم نتفق ان تجميل الاسنان بالذات اول خطوه الحاله لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل اسنان، لان دكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الادوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. لو ما خدتش الخطوه دي احتمال اوصل للنتيجه دي. انا بس عايز اقول معلومه صغيره، ان الحمد لله في مصر دلوقتي بقى في دكاتره كتير جدا 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 بتشتغل تجميل اسنان حلو قوي، ومتعلمين كويس جدا، وبيطلعوا نتائج هايله. لان احنا في مصر الدكتور الاسنان انا شايف ان هو اعلى كمان من امريكا ومن المانيا ومن فرنسا، لان احنا بنشتغل دلوقتي على الناس دي. يعني الناس دي بتجينا من بلادها تعمل تجميل عندنا. ليه؟ لان احنا عندنا المهاره اليدويه دي مش موجوده بره. هم عندهم بره ممكن عنده تكنولوجي اوريدي موجوده عندنا، الحمد لله مصر كلها بقت معظم الناس دلوقتي جايبه التكنولوجي الجديد، لكن احنا بنزيد عليهم كمان ان احنا عندنا مهاره يدويه. فالنتائج لما بتبقى صح من عند الدكاتره اللي في مصر انا شايف انها بتبقى من اعلى النتائج اللي في العالم. فلازم الحاله قبل ما تشتغل هشبهها لك بحاجه بسيطه جدا. انت لو رايح تعمل البيت بتاعك هتعمل فيه ديكور، هتدور على مهندس ديكور، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتقعد تشوف شغله، تقول له وريني شغلك، بتقعد تتناقش معاه. ليه؟ لان انا مش هروح اسلمه البيت وانا ما اعرفش هو عمل ايه ولا ذوقه ايه ولا اشتغل ولا ما اشتغلش ويجي يجرب في بيت. في مصر بقى الحالات ما اعرفش ليه عندها استعداد انها تجرب في نفسها وخلاص. لا، انت مش مجال للتجربه. انت روح، من حقك تروح لاكتر من دكتور، تقعد مع اكتر من واحد، تسمع منه، تقول له طب وريني شغلك، طب انت متميز في ايه،
طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ اقعد اتناقش مع الدكتور كويس جدا قبل ما تبدا في التجميل، علشان الخطوه دي لا اما هتخلي شكلك حلو قوي، لا اما هيبقى شكلنا زي ما احنا شفنا في الحلقه كده. في ناس جت كده، اللي انت جايبه ده مش 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 مبالغ، في حالات حصل لها كده لما اشتغلت مع حد مش مدرب كويس وحد مش تخصصه في التجميل او حد كان بيجرب، ممكن يطلع النتيجه كده. دايما بيقولوا اهم من الشغل تظبيط الشغل. طبعا قبل ما نعمل تجميل سنان وده للمرضى كمان، ايه الاجراءات اللي لازم يعملها الكابلز او المريض مع الدكتور ويعرف من خلالها المريض ان هو ماشي صح؟ تمام. اول حاجه دكتور تجميل الاسنان لما بيشتغل على الحاله بيعمل حاجتين بيفرقوه عن اي حد تاني. رقم واحد بيعمل حاجه اسمها تحليل الابتسامه. يعني ايه الابتسامه دي؟ ليها شروط. الابتسامه المثاليه، الدكتور اللي دارس تجميل عنده ابتسامه مثاليه تمام، الايديال. الابتسامه الايديال دي هو عنده ليها شروط، فبيجيب الحاله بيبص عليها وبيبدا يشوف هي عندها كام في الميه، او ايه عدد الحاجات السليمه وايه عدد المشاكل اللي فيها، علشان خاطر يبدا يحلها. فبالتالي لما بيعمل التحليل يقدر يتنقل للمرحله الثانيه اللي هي للتصميم. فهنا مثلا احنا عندنا حاله، الحاله كان عندها قبل ما نشتغل خالص عندها جامي سمايل. طيب لو انا قررت ان انا اعمل لها تجميل على الوضع ده، ورحنا عاملين فينير او عملنا كراونز او اي حاجه هنعملها على الوضع ده، هيفضل طول الوقت عندها مشكله ان عندها جامي سمايل، البرواز بتاع الابتسامه هيبقى فيه مشكله. يعني هنا الحاله مثلا لما نبص عليها هنقول طب عندها شيفت في الميد لاين؟ لا ما عندهاش. علاقه الاسنان ببعض؟ لا فيها شويه مشاكل. فبنبدا نطلع الاخطاء اللي جوه الابتسامه ونبدا ننقلها للمرحله الثانيه اللي هو هصمم بقى الابتسامه. طب اول حاجه هعملها ايه؟ هعمل الجم. لو ما عملتش الجم في الحاله دي يبقى انا مش هعرف اعمل تجميل، تفضل الحاله عندها مشكله في التجميل. فعشان كده اول اجراء ان الدكتور بيقعد مع الحاله بيصورها علشان يطلع كل المشاكل اللي فيها ويبدا يعمل لها تحليل، وبعد كده يبدا ينقلها لمرحله التصميم. فكده يبقى انا ماشي في اجراء سليم، ابقى عارف كده ان انا ماشي في اجراء سليم. دايما المريض اللي جاي يعمل تجميل السنان في كتير من الاحيان تبص ليه جاي في دماغه تجميل، فانا عايز اقول عليه يعني حافظ قوي فكره ان هو ايه، جمل جمل جمل. تيجي تقول له عندك مشاكل لازم تصلح، تلاقي المريض يقول لك لا ما تاخدنيش في مواويل. تمام. فالسؤال العلمي هنا ولازم الناس يفهمه، اصلاح الاشياء الموجوده جوه السنه من مشاكل ينفع او لازم يكون موجود قبل التجميل، ولا التجميل نعمله على طول؟ لا طبعا قبل اي اجراءات تجميليه لازم افهم ان التجميل ده لو قررنا الاول، لازم الناس تستوعب ان فكره التجميل، عشان في فكر خاطئ كده، التجميل يعني اروح اعمل كراونز وفينير، ده مش التجميل. التجميل ان انا اشوف المشاكل اللي عندي ايه واحلها. يعني عندي مشكله في اللثه لكن سناني مرصوصه ولونها كويس وعلاقه السنان ببعض كويسه، عملت اللثه بقى عندي تجميل. عندي سناني مرصوصه واللثه كويسه لكن لونها مش مظبوط، لكن مش بدخن كتير ومش بشرب قهوه ونسكافيه كتير، ما بعرضش الاسنان انها تتصبغ بسرعه، ممكن اعمل تبييض في نص ساعه بقى عندي تجميل. فالتجميل الناس ما تربطوش اصلا بالفينير او بالكراون. الفينير او الكراون دول واي او طريقه في بعض الحالات بحتاجها. تمام. طيب انا النهارده محتاج الحاله النهارده هعمل لها كراونز او فينير، قررت ان اعمل لها كراونز او فينير. طيب الكراون او الفينير ده هيركب على ايه؟ هيركب على السنه. لازم الدكتور والحاله يبقوا عارفين ان التجميل ده المفروض اعمله للحاله علشان تعيش معاه ان شاء الله على طول، يعني المفروض ان هو حاجه هتستمر بيها للابد. طيب ينفع بقى اركبها على سنه فيها تسوس والزق عليها كراون او فينير؟ طب ما انا الدعامه بتاعتي اصلا ان اللي انا هحط عليها التجميل بتاعي هتبوظ. يبقى انا كده مفيش ديرابيليتي. ما هو التجميل مش شكل، التجميل شكل ووظيفه وديرابيليتي. يعني انا هديك شكل حلو قوي، طيب لو باظ منك بعد سنه يبقى مفيش ديرابيليتي. طيب لو انا اللي هو الاستمراريه، يعني انا مش بعمل تجميل علشان خاطر بعد سنه الاقي فيه مشاكل وارجع اعيد واعمل فيه، لا انا التجميل لازم يكون شكله حلو لكن ديوربل، وبيؤدي وظيفه الاسنان الطبيعيه. يعني السنه الطبيعيه بتقطع يبقى بتقطع، السنه الطبيعيه بتطحن يبقى بتطحن، وبتطحن بشكل طبيعي. فاهم قصدي؟ فانا بالتالي محتاج اظبط
وعدل وصلح كل المشاكل اللي في الأسنان قبل ما أعمل التجميل. طيب في ناس بتيجي عندها مشاكل في العضة ملهاش دعوة بالتجميل خالص، حصل له أتريشن أو تآكل في الضروس الخلفية فبدأ العضة بتاعته تختلف، لو جيت عملت تجميل غالبا التجميل ده هيبدا يتكسر، لان بدا لما يبقى في عندي مشكله في العضه ورا بيبدا الحمل يزيد على الاسنان الاماميه، فبالتالي الحمل، احنا ربنا خلق الاسنان الاماميه قواطع مش طواحن، يعني مقصات مش شواكيش بالعربي كده. لو انا مسكت المقص وبدات اخبط بيه كانه شاكوش ايه اللي هيحصل له؟ هيتكسر، صح كده؟ طيب ما عنديش عضه واحد جاي يعمل تجميل اسنانه اللي قدام بس، عنده مثلا 8 سنات قدام و8 فوق وتحت، ولا انا عايز اعمل تجميل ما عندوش ضروس ورا خالص، هعمل له ازاي تجميل وهو ما عندوش الجزء الاستوبر او الجزء اللي بياكل عليه ورا؟ هو كده بيستخدم اسنانه الاماميه كطواحين فهيبوظ التجميل. اذا فتحضير الحاله للتجميل اهم من التجميل، يعني انا عندي ان هو يجي يظبط العضه بتاعته يعمل علاج يخلص المشاكل اللي عنده اهم عندي من التجميل، لانه عمل تجميل وما بقاش ديوربل وما بقاش عايش معاه الفترات الطويلة يبقى أنا كده فشلت. عشان كده تحضير الحالة أهم بكتير من التجميل. طب عايز أروح لمنطقة تانية مهمة قوي، التحضير بتاع الفينير. تمام. طالما احنا رحنا للفينير، لأنه دلوقتي رجعت أيضا فكرة نوبريب فينير. تمام. بدأت الناس تتكلم عنها تاني. الأول لو أنا جيت قلت لك أنا عملت اكتشاف رهيب قوي، أنا اكتشفت أمريكا، هتصدقني؟ طبعا. يعني ينفع اقول لك انا اكتشفت، يعني انتحلت صفه كولومبوس، حاجه موجوده من سنه 2000 انت اخترعتها ازاي؟ يعني ايه الحدث اللي انت عملته ده؟ هو موجود اصلا؟ ده بالعكس، ده هو مش موجود، ده هو كان موجود ودكاتره التجميل اشتغلت بيه بالذات في الفتره من 2003 لغايه 2007، وبدات الدكاتره اللي اشتغلوا بيه جيلهم فيدباك سيء جدا. ليه؟ كل المشاكل بقى اللي بنتكلم عليها على التجميل، يا دكتور انا عندي ضب، ما انا بدون تحضير، يعني انا جبت الفينير ورحت حطه على السنه، هي سطحها زي ما هو ورحت حطه على طول. طيب الزياده الثيكنس اللي زاد ده ايه؟ ما دي حاله معموله نوبريب. بص على الحاله شكلها عامل ازاي، بص حد باين قوي لسه فيها مشاكل يعني. هنا بقى النوع القصه الثانيه. احنا الفيدباك اصلا المشكله كانت فين؟ حك لما بتحط فينير بدون تحضير وبدون من غير لما تحط له من غير ما نعمل الفينش لاين اللي احنا قلنا عليه، ايه اللي هيحصل؟ هيك هيبقى في حاجه اسمها ليدج، هيبقى في حرف للفينير ده، لما تحط ضفرك كده هيعلق. طب طيب ايه اللي بيحصل؟ لما بتيجي تغسل سنانك مش هتعرف تغسل الجزء ده كويس قوي، ده نو بريب فينير. بص كميه المشاكل، هوريك بقى صور من يعني بعد كده كبيره. بص ايه اللي حصل للسه، اللسه دي كانت المفروض قافله على الفينير هنا. ايه اللي حصل؟ التهاب. لا ده حصلها ريسيشن. آه. اللسة بالعضل بتاكله، هي طبعا ملتهبة جدا. اللسة حصل لها ريسيشن تراجع وبدأت يعني تتراجع. هنا انا خسرت عضم ولسة. انا رايح اعمل تجميل، ناهيك عن الشكل، انت شايف الشكل عامل ازاي؟ شكل وحش. بالاضافة الفينير، لا على فكرة بس الشكل وحش ده، يعني ده من العمل المعمل او من الصلع. هو اصلا مشكلة النوبريب ايه؟ ان هو الثيكنس بتاعه رفيع جدا. تمام. فما تقدرش تعمل فيه فاريشن، ما تقدرش تعمل فيه الشكل الطبيعي، هتحطه هتلزقه بلزق اوبيك عشان يغطي السن، لانه هو اصلا رفيع. طيب انت عندك السنان مثلا لونها A3 لونها غامق، وانت عايز تعمل فينير لونه فاتح وهو سمكها رفيع قوي، هتغطي ازاي؟ فهتحط لزق اوبيك قوي، فبيطلع الفينير نفسه شكله اوبيك. انت شايف كل بواقي الاكل اللي بين السنان ليه؟ لان السنان دي مش متحضره. طب الفينيره هتلف ازاي؟ يعني انت عندك سنه ما اتحضرتش وما تشالش الهايت اوف كونتور بتاعها، اللي هو الجزء السنه انت عارف انها ليها رسمه كده، ليها منحنى خفيف. طيب انت الفينير ده ما اتحضرلوش، هتقوم حاطط الفينيره عمرها ما هتقفل، هيبقى عندنا المشاكل دي. لا واللي عمل الفينيره دي انا اللي فاتت بالذات، كل دي مشاكل جوه بين السنان. انا بشرح لك الجزء الطبي مش في الشكل. فاهم قصدي؟ التقفيله كمان والحروف بتاعتها معموله. انت النهارده ايه اللي حصل بقى لما الناس اكتشفت، لما دكاتره التجميل اكتشفت المشاكل دي 2007، عشان الناس اللي بتقول ان هم النهارده بيعملوا حاجه جديده، لما اكتشفوا المشاكل دي الحاله قبل، دي الحاله بعد. يعني لما شلنا بقى الفينير اللي هو النوبريب وعملنا الفينير بتاعنا اللي فوق بقى اللي فوق، بص اللسه هيلث ازاي، السنان مرصوصه ازاي، السنان دخلت لجوه،
علاقتي الأسنان باللسة بقت سليمة. لا وبعدين في أسنان شكلها بقى أجمل. عايز أقول لك بقى على معلومة. 2007 بدأت الدكاترة يعملوا تعديل اسمه إيه؟ نو بريب موديفيكيشن. فاهم قصدي؟ يعني إيه؟ يعني بيعمل موديفيكيشن تعديل. ده من التعديل يعني تصليح. بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه تخشين أو رفنس. إحنا قلنا سمك الفينير قد إيه؟ اتنين من النو بريب دي سمكها من 2.0 ل 3.0. طب أنا 2.0 ل 3.0 دول سمكهم سمك ورق رفيع قوي كده. طيب لو أنا شلت السمك ده أنا شلت السمك اللي أنا هحط قده بالظبط، يعني أنا هشيل قد الفينيرة سمك رفيع جدا. طيب بس ده هيديني إيه؟ هديني رقم واحد أنا مش عاملي بروز في الأسنان خالص. رقم اتنين إن أنا بيت، أنا بأكد على كلمة بيت دي، يعني إيه؟ يعني الفينيرة أو باتت في مكان معمول لها، فبالتالي بقت جزء لا يتجزأ من السن. هتيجي الحالة تقول لي يا دكتور بس أنا كده بردت من سناني وسناني خسرت منها. هقول لك معلومتين ومعلومة تانية الناس بيضحك عليهم، يقول لها إيه؟ لو أنت قررت تشيل الفينير هتلاقي سنانك تحتها سليمة. طب أنا أقول لكم بس على معلومتين مهمين جدا. رقم واحد، الفينير اللي بيتلزق ده اللي هو النوبريب هو بيتلزق إزاي؟ مش بيتلزق بمواد كيماوية وبيتعمل للأسنان إتشنج؟ طب الإتشنج ده مش بيخشن سطح السنة؟ طب أنت لو شلت أصلاً الفينير اللي أنت لزقه بالإتش ده بعد شوية الأسنان خلاص بقى سطحها خشن، فالأسنان هتلون. إذن فما تقولش للحالة، ما تضحكش على الحالة وتقول لها أن أنت تقدري تشيلي الفينير بتاعك أي وقت. دي معلومة أصلاً مش صح، لأن وحتى أنا قلت يا جماعة طب شيلوا الفينير، يعني شيلوا الفينير وروني هتمشوا بيه إزاي، يعني عايز يعني خليه يشيله لك وخليني يعني نشوف هنمشي بيه إزاي. دي حاجة. أنا مش موافق على كلمة إنه ما شيل الفينير هترجع السنان. طب وأنا عامل الفينير ليه من الأول؟ دي المعلومة الثانية بقى. يعني أنا النهاردة أنا النهاردة رايح مناخيري كبيرة، رحت لدكتور التجميل، دكتور التجميل عمل لي تجميل وقال لك ممكن ترجعها لك تاني بعد ممكن ارجعها لك بقى كبيرة. أنت رحت تعمل تجميل ليه؟ أنت عندك مشكلة ولا ما عندكش؟ دي المعلومة المهمة بقى. ما تعملش تجميل إلا إذا كنت محتاجه. التجميل مش بدلة بروح ألبسها. أنا عندي عربية قديمة وحشة، رحت عايز أغير عربية جديدة، يقولوا لي إيه؟ ولو عايز تبقى ترجع أرجع إيه؟ أنا أصلا رحت ليه؟ خلينا اقول لك الحلقه دي تاني. انت ما تروحش تعمل تجميل الا اذا كنت محتاج تعمل، يعني عندك الحاجات اللي بتخلي الواحد متضايق من ابتسامته، بحط ايدي على بقي ما بضحكش وانا بتصور، لو انا عندي الاعراض دي يبقى انا متضايق. طيب رحت بقى عشان اعمل تجميل بقى شكلي حلو، هل منطقي ان انا اروح للدكتور اقول له والنبي رجع لي شكل اسناني وحش؟ ما يعني بلاش ننسق ورا افكار ومعلومات هي اصلا مش صح، الفكره نفسها غلط. انت رايح تعمل تجميل يبقى انت محتاج تعمل تجميل، مش محتاج تعمله ما تروحش بعد اذنك. انت مش رايح تعمل، مش رايح تشتري بدله، مش رايح يعني انت رايح، حتى لو رايح اشتري ما فيش حاجه سمع. ابدل في البدل زي ما انا عايز، انما التجميل ده حاجه انت رايح عشان تغير شكلك، عشان تاخد ابتسامه مثاليه لايقه عليك، فده اجراء هتدفع فيه فلوس ووقت، مش هتروح تعمله كده. فلازم تكون مقتنع. ولا وبعدين ده اجراء مهم جدا، ده حاجه في وشي. فاهم قصدي؟ طيب يبقى لازم اكون مقتنع ولا مش مقتنع؟ طبعا. طيب يبقى ما دام انا مقتنع بالتغيير يبقى مش هرجع تاني لورا، مش هرجع تاني ابوظ نفسي، يبقى مش هرجع للماضي. يبقى فكره السنة عايز اشيله عشان لو حبيت اشيله انا مش موافق. على فكره احنا عندنا حاجتين في الطب، عندكم انتوا التجميل وفكره الرجوع للشكل القديم، وفي حاجه تانية في الطب بقى في جراحات السمنه في تحويل المسار برضو يقولوا ايه لو انت عايز ترجع بعد عمليه. واحد عايز يرجع ليه؟ ايه اللي هيرجعني؟ يعني بس انا اعتراضي دايما بقى على نوبريب هو طبيا زي ما احنا شفنا بيعمل كل المشاكل الشكليه اللي هي زي البروز، بيعمل تجمع لبوائل اكل، ان انا بيعمل لي التهابات في اللثه، بخسر الانسجه الداعمه بتاعتي بيعمل لي فيها التهابات، بالاضافه ان انا ما ينفعش افضل يعني الترويج الخاطئ واقول ان انا عملت وان انا ما يا جماعه ما هو موجود والله العظيم. انا بقول للناس اهو خشوا يا جماعه اكتبوا بريبلس فينير وشوفوا تاريخه ايه. البريبلس فينير موجود من سنه 2000 مش اختراع، بالعكس ده تهاجم جدا من 2003 ل 2007 نتيجه ما شكله، وما حصلش وانا بقوله وما حصلش اي تغيير في طريقه البريبلس فينير من ساعتها لغايه النهارده. اللي عنده اي تغيير دوكيمنت ورقه
بتقول ان في تغيير في التكنيك او في تغيير في الطريقه اللي بنتعامل بيها او في فوائد زياده يجيبها لي، وانا هطلع اهو اعتذر للجميع اللي بيشتغلوا بيه ان هم جابوا ورقه بتقول ان البريبليس ده اتغير في حاجه تكنيك جديد او في تكنولوجي جديده حصلت فيه في الفتره اللي فاتت. طيب قبل ما امشي عايزك تكلمني على الهاند ميد، ليه بدا يرجع تاني او وايتي بتالي؟ يعني انا شايف انه كل كلامكم عن الهاند ميد كتير قوي. احنا بنتعامل دايما كده، عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. لازم نقتنع ان انا التجميل في الاخر لازم السنه اللي انا عاملها تجميل تبقى سنه طبيعيه بتتعامل مع الضوء زي السنه اللي ربنا خلقها، وشكلا فيها المورفولوجي بتاع السنه اللي ربنا خلقها. هقول لك مثل صغير قوي، ايه الفرق بين الانسان والقرد؟ شويه تفاصيل بسيطه جدا، هما تقريبا نفس الهيكل 9، يعني لو ما اجيبوا الجينم بتاع الاثنين طلع 99%، صح؟ الفرق تفاصيل توزيع الشعر، حجم الجمجمه، حاجات بسيطه قوي. السنه اللي ربنا خلقها ليها تفاصيل. طيب السنه اللي ربنا خلقها دي عباره عن طبقات، علشان اعمل اسنان شكلها طبيعي يبقى لازم اعملها بنفس الطريقه اللي اتعمل بيها السنه الطبيعيه. طب السنه الطبيعيه عباره عن طبقه على طبقه على طبقه، احنا الهاند ميد بنعمل الاسنان طبقه على طبقه على طبقه على طبقه، فيها بقى ايه الجزء الانامل اللي هو جزء المينا، فيها جزء الدنتين، عشان كده لما نبص على حاله زي دي هتلاقيها فيها الجزء الشفاف بتاع السنه، فيها التعريج، بص التعريج اللي جوه السنه دي، التعريج للسنان اللي جوه السنه الطبيعيه. التجميل مش ان انا الناس تمشي تشاور عليا وتقول ايه ده انت عامل تجميل، ده مش تجميل. التجميل يبقى شكل اسناني حلو فيها هارموني عليا، فما يبانش ان انا عاملها، يبان ان شكل اسناني حلوه بس، الناس تقول لي الله اسنانك حلوه. دايما بقول فكره ان انا الابتسامه خلفيه ليا مش انا واقف وراها، فعش ابقى باصص بكلمك واسنانك واخده عيني، سواء بقى كانت باللون او يعني ان لونها افتح من لون بياض عيني، او ان المورفولوجي بتاعها عامل زي البلاط والتباشير والكلام ده، لا كده انا عامل حاجه قد الحمد لله. الحمد لله الدكاتره كتير في مصر عارفين الكلام ده وبيشتغلوا صح. الحالات دلوقتي بقت فاهمه الكلام ده وبدات تيجي تقول ده انا بقيت مبسوط جدا. ليه الحالات بقت تيجي تقول لي دكتور والنبي انا عايز اعمل تجميل مش زي التباشير، مش عامل زي البلاط، انا عايز اعمل تجميل شكله طبيعي، يبقى شكله طبيعي عليا فت عليا انا. المعلومات دي بدات الحالات، وده دور على فكره البرنامج اللي احنا فيه. البرنامج اللي احنا فيه محاربة الخرافات زي ما انت بتقول الانترو بتاعك، محاربة الخرافات في الطب كله. طيب الحالات من الدور ده الحمد لله وصل للناس، فالناس بدأت تبقى فاهمة. قلة قليلة قوي من الناس اللي مش فاهمة، وقلة قليلة جدا جدا من الدكاترة اللي هو ايه انا بسميه دجال الطب. ده هتلاقيه في كل الفروع، هتلاقيه في التخسيس موجود، اللي يقول لك خد عشبة مش عارف ايه ويخسسك بالسحر، وفي طب الاسنان يقول لك السنه اخترعت. مفيش حد اخترع في طب الاسنان، فكره انا اخترعت دي مش موجوده. ما يعني اللي بيخترعوا دي شركات كبيره جدا، والشركات دي بتقعد سنين علشان خاطر تطلع منتج. ما ينفعش تنسب لنفسك اختراع. اختراع ايه؟ لو انت اخترعت هات الورق اللي بيقول ان انت اخترعت عشان ما تضحكش على الناس. لا 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 ما هو يعني انا عايز اقول لك انا كدكتور يعني بقول لك انه اللي يقول ان اخترعت في حاجه في الطب في الوقت الحالي ده محتاج يتعرض على دكتور نفسي. طبعا انا بكلمك جد طبعا يعني. واللي بينساق وراه على فكره برضو هم ناس قليله جدا بيبقوا مش عارف اسميهم ايه. يعني في ناس بيبقى عندها الحب خداع النفس موجود اصلا، انا هروح اعمل من غير ما ابرد سناني. ما يا جماعه الدكاتره اللي هم المتخصصين في التحضير، ما نسال اساتذه التركيبات الثابته في الجامعه، نقول لهم يا جماعه هو البريبليس ده حلو ولا وحش؟ يعني نخلي اللي بيتكلم هو المتخصص. انا لا ادعي ان انا متخصص في كل في كل في كل المجالات، انا عندي الحمد لله الحمد لله زي مراكز كتير برضو في مصر موفرين المتخصصين اللي بيحضر لك ده مدرس التركيبات الثابته او استاذ التركيبات الثابته في الجامعه، يعني اللي بيدرس الماده. اللي بيعمل لك علاج اللثه ده مدرس علاج اللثه، اللي بيعمل لك علاج العصب ده مدرس علاج العصب، اللي بيعمل التقويم ده مدرس التقويم، يعني راجل متخصص. وهتفضل الحاجه الوحيده اللي دايما بختلف معاها مع اي حد ضد التخصص هي دي. انا بس مع التخصص، ما بقولش ان انا بعمل، لا ده في فريق طبي هو اللي بيعمل، مفيش حاجه عندنا اسمها واحد، احنا في فريق كامل هو اللي بيشتغل. ده اسعدتني بهذا الحوار. الزتونة بقى في الحوار الحتة الحلوة الكريزة في الحوار ده هي التخصص. الحتة الحلوة في الكلام ده
هو انه مفيش حاجه في طب الاسنان اسمها انا اخترعت او ابتكرت. اللي هيخترع او هيبتكر مش هو اللي هيقول عن نفسه. لو اكتشفت امريكا يطلع واحد يقول لك اكتشفت امريكا النهارده. انا شفتها ازاي؟ موجوده على فكره بقالها سنين. نورتني واسعدتني. شرفت بيك ضيفي العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.